بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده هنكون مع فريق كره السله رجال في مباراته الثالثه في سلسله مباريات قبل النهائي ما بين الاهلي والزمالك في دوري السوبر موسم 23-24. بنفكر حضراتكم النادي الاهلي فاز بالمباراه الاولى والثانيه، المباراه الثالثه النهارده. هل النادي الاهلي هيؤكد وينهي هذه السلسله ولا هيكون نادي الزمالك له راي اخر ويعطل مسيره النادي الاهلي؟ خلينا اوضح لحضراتكم، لان الحقيقه يعني الكثير من المشاهدين تساءل ليه بنلاعب نادي الزمالك 5 مرات او 3 مرات؟ ليه احنا يعني المعروف دايما بتبقى مباراه. اتحاد السله في بدايه الموسم قرر ان قبل النهائي يكون بيست اوف 5. يعني ايه بيست اوف 5؟ يعني الافضل في 5 مباريات، اللي بيفوز ب3 مباريات من الخمسه بيتاهل للدور النهائي. طب النهائي هيكون ازاي؟ نفس الكلام، 5 مباريات ان شاء الله يكون النادي الاهلي طرف في النهائي، 5 مباريات مع الفريق الاخر، بيفوز ب3 مباريات الاول هو اللي بيتاهل او بياخذ الكاس او يعني بيتخطى هذه الخطوه. طيب المباراتين اللي فاتوا الحقيقه كان بيتحملها 4 لاعبين، يعني كانوا افضل لاعبين، مصطفى كيجو، عندك ايهاب امين، براندون، وعمرو الجندي. الرباعي ده يعني كان عليه العبء اكتر على المباريات اللي فاتت، ويمكن كمان يعني مصطفى كيجو كان اعلى واكتر افشنسي حصلت فيه او جابها في المباراه اللي فاتت ب 18 ريباوند من 40 ريباوند جابهم الفريق. ريباوند يعني استحواذ، يعني الكره بتتشاط، كره في الهواء، هو بينط ياخدها وينزل بيها، هو ده الريباوند. احنا بنقول مصطلحات عشان الساده المشاهدين يعني يتابعونا، ويعني لان احنا هنتكلم النهارده فنيا اكتر شويه من كل مره عشان نحط الساده المشاهدين في فنيات اللعب اكتر. الحقيقه قبل ما نتناول المباراه فنيا وتحليليا واشوف راي ضيوفي، برحب بيهم في البدايه، برحب بكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. اهلا بك كابتن طاهر. اهلا بيك يا كابتن هيثم، واحنا سعيدين جدا بتواجدنا في القناه باستمرار، وتغطيه جميله، وشكرا ليك وشكرا للقناه كمان والقائمين عليها. اهلا بيك يا كابتن، منورنا. كابتن محمد السلعاوي اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن هيثم، وفرصه سعيده، واحسن حاجه اللي انت بتتكلم في الاحصائيات، لان الاحصائيات هي الباسكت. نعم كابتن سلعاوي، يعني مباراه النهارده يعني مهمه اكيد للنادي الاهلي عشان خلاص عايز يخلص السلسله، مش عايز يخش في مباراه رابعه او خمسه. ونادي الزمالك بتشبس بالامل الاخير، نادي الاهلي كان افضل في المباراه الاولى، المباراه الثانيه في الكوارتر الثالث والرابع كنا اقل شويه. الحقيقه انا عايزك ابتدي بالاستوديو التحقيقي بالكلام على مصطفى كيجو. مصطفى كيجو يعني كان الفترة اللي فاتت كان في كلام، كان مستوى ما كانش المستوى المعهود عنه أو المعروف عنه، ولكن الحقيقة في المباريتين دول عمل فارق كبير جدا مع الفرقة بعدد الريباوند. يمكن هنتكلم على آخر مباراة، 18 ريباوند من أصل 40 ريباوند، تقريبا 50% من استحواذ في الكورة جايبهم مصطفى كيجو. رأيك كيف أداء مصطفى، وهل الأداء ده محتاجينه النهاردة بنفس القوة ولا لا؟ طبعا مصطفى من ساعة ما جه النادي الأهلي يمكن دوت من أحسن مباريتين عملهم، ونال إعجاب كنحن يعني كاستوديو تحليلي، ونال إعجاب الجمهور وأعتقد مستر أوجستي، لأن هو عمل مباراتين من أحلى ما يمكن. استحوذ على كمية كبيرة جدا من الريباوند، بتمثل 50% من ريباوند الفرقة، وده طبعا كبير، سواء إنه ال 50% دوت حط منهم بساقط أو طلعهم بره استفادت منهم الفرقة. نعم. في هجوم تاني، فنرجو انه يستمر، لان هو لعيب دولي، ونرجو انه يستمر على هذا المستوى، لان هو في مستوى ده ومع براندو ومع ايهاب مع عمرو الجندي بيتخلي المباراه فيها نوع من الطمانينه شويه. نعم. اشكرك كابتن سلعاوي. خليني بس استعرض لحضراتكم بعض الارقام، وكابتن طاهر رجب يعني احتاج تعليقه عليها طبعا، او يعني بعض المصطلحات الاول نعرضها مع حضراتكم. الافشنسي يعني او الكفاءه او الفاعليه، فاعليه اللعيب في المباراه، هو كان فعال قد ايه في المباراه؟ الحقيقه المباراه او الفرقه كلها بيكون ليها افشنسي، كل لاعب بيبقى ليه درجه فعاليه وبتتجمع كلها للفريق. النادي الاهلي المباراه اللي فاتت كانت فعاليته 81، كانت فعاليته 81. مين اكبر 3 لعيبه استحواذ على الفعاليه؟ كان رقم 1 كيجو بدون منازع ب 18 ريباوند. الريباوند والبلوكات ليها وزن عالي جدا في التقييم، اكتر من الباسكت. تخيلوا يعني النهارده وانت بتحط باسكت انت بتهدف، لا انت مش التقل بتاعها في التقييم مش زي التقل بتاع البلوكات وزي التقل بتاع الريباوند. يعني انت ممكن ما تحطش سكور كتير ولكن تجيب ريباوند كتير تبقى نجم المباراه. تخيلوا في كره السله ده فنيات، ودي الاحصائيات المعتمده من الاتحاد الدولي. يبقى رقم 1 عندنا كان في الكفاءه كان كيجو، رقم 2 في الكفاءه براندون كان كفاءته عاليه جدا، واللي ميزه اكتر سكوره والاسيست اللي عمله،
هم دول اللي علوا قوي الافشنسي بتاعه، خلاه يجي في المقام الثاني بعد كيجو ب 20. الثالث على طول ايهاب امين، ايهاب امين بافشنسي 17. الثلاثه الافشنسي بتاعهم مقرب من ال 60، يعني 60 من 81 فعاليه الفريق. يعني هم الثلاث لعيبه دول المباراه اللي فاتوا كانوا تلتين واكثر من فعاليه الفريق. كابتن طاهر اسمع تعليق حضرتك على هذه الارقام. طبعا الاحصائيات او الباسكت هو ارقام، نعم، والمهم جدا السكاوتنج والستاتستيك دي او الاحصائيات دي مهمه جدا، بتهم طبعا المدربين وبتهم الناس الاعلاميين والناس اللي بتعمل تحليل. نعم. فانا شايف طبعا ان مصطفى كيجو لما ياخد 21 من تقريبا حاجه و80، يعني تقريبا 81، هو 81 الافيشن بتاع الفرقه كلها. 81 بتاع الافيشن كلها. دي لقطات يعني يا كابتن بعد اذنك، دي لقطات من الماتش الاولاني مش من الثاني. احنا هنجيب لهم شويه يعني لقطات للساده المشاهدين من الاولاني ولقطات من المباراه الثانيه، هنجيب لقطات من المباراتين. اتفضل يا كابتن، اسف على المقاطعه بس بوضح للساده المشاهدين. لا ما فيش مشكله. فاحنا نبص نلاقيه ان هو واخد تقريبا ربع الافيشنت اللي ليه في الفرقه كلها. نعم نعم. فاللي جاب له اللي خلاه يحقق الارقام دي ان هو جاب 18 ريباوند، يعني صحيح. تقريبا نص الريباوند اللي جايباه الفرقه. صحيح. واحنا زي ما ذكرنا قبل كده ان الريباوند ده عباره عن اربع نقط، لو انت قدرت تستحوذ يبقى من الفرقه اللي قدامك مش هتعمل سكند شوت، وبالتالي لو طلعت فاست بريك ايزي بول يبقى انت تقريبا عملت 4 بونت. وفي نفس الوقت ده في الديفنسيف ريباوند او في الديفنسيف الاستحواذ اللي في الدفاعي، اما في الاستحواذ الهجومي فانت بتاخدها وتحط باسكت. نعم. وبتمنع عليك فاست بريك فرقتك. يبقى تقريبا 4 بونت في الناحيه دي في الدفاعي وفي الهجومي. فعشان كده ليها وزن زي ما ذكرت حضرتك ليها وزن تقيل. خلي بالك كابتن، هو اللعيب الوحيد اللي عمل بلوكات، ده هو عامل 3 بلوك الفرقه كلها مش جايبه ولا بلوك في النادي الاهلي الماتش اللي فات. كيجو لوحده جايب 3، يعني مجموع بلوكات الفرقه 3 كيجو اللي جايبهم. فالنهارده 18 ريباوند مع 3 بلوك، فدي خلته في يعني هو جايب سكور قد ايه؟ ده هو جايب 12 بونت بس مش الهداف. وفي نفس الوقت هو لاعب تقريبا 24 دقيقة. نعم يعني صحيح. مش زي 32 دقيقة اللي بتوع براندون. صحيح. مع ان براندون هو اللي فارق معاه رغم ان هو اقل برضك من كيجو حاجة بسيطة، انما عشان السكور والاسيست اللي عمله براندون في خلال المباراة، بس دي في 32 دقيقة، انما اللي انجزه كيجو في تقريبا 24 دقيقة. تقريبا. وخلي بالك يا كابتن طاهر كمان، عندما يتساوى اللاعبين في الارقام بيبصوا للعيب اللي لعب اقل. اللعيب اللي لعب اقل حقق الارقام دي في وقت اقل. ده بياخد فعاليه اكتر. بالظبط. لانه انا حققت نفس الارقام بس في وقت اطول. ملهاش معنى، انما لما بياخد وقت اقل ويحقق الارقام دي بيتقسم على الوقت، فبتلاقي اللي بيلعب وقت اقل وارقامه كبيره لا بيبقى الافشنسي بتاعته اعلى. ونتمنى ان الموضوع ده يتم، لان يعني يتم مثلا ان شاء الله لما نفرق ونكسب النهارده ان شاء الله ونطلع للدور النهائي، ففي فرق عندها سناتر او الناس اللي بيلعبوا تحت الحلقه بيبقوا مور افكتيف وبيبقوا اطول. صحيح. من بتوع الزمالك، فيبقى الفاعليه لازم تكون بنفس المستوى مع فرق قويه. الفرق اللي هي اشكرك يا كابتن، وخلينا الساده المشاهدين نروح لصاله برج العرب زي ما عودناكم عشان ننقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه، والزميله العزيزه سالة حامد اتفضل يا سالة. تحياتي ليك طبعا يا كابتن هيثم وكل ضيوفك الكرام وكباتننا الكبار طبعا في الاستوديو، الكابتن محمد السلعاوي والكابتن طاهر رجب وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت طبعا يا كابتن هيثم، حاليا احنا متواجدين داخل صاله المباراه اليوم، صاله الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. هننقل لحضراتكم كل الاجواء هنا واستعدادات الفرقتين سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك في ثالث مباراه من سلسله ذا بيست اوف 5 لدور النصف النهائي او السيمي فاينل من بطوله دوري السوبر لكره السله
رجال. سريعا يا كابتن هيثم، طبعا خليني انقل لحضرتك الاجواء هنا واستعدادات فريق النادي الاهلي تحت قياده مستر اوغستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن خليني اقول لك يا كابتن هيثم ان الاستعدادات يعني روتين طبيعي جدا زي كل مباراه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، زي الاستعدادات اللي فاتت بالظبط. الفريق يعني استعد بشكل طبيعي جدا، يعني استأنف او واصل تدريباته بشكل طبيعي على نفس الصاله، صاله المباراه، صاله يعني استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. امبارح كان عندهم تمرين الساعه 5، وكمان النهارده الصبح كان في محاضره فيديو او فيديو ميتنج يعني كان معتاد ما بين مستر اوغستي وجميع اللاعبين. يمكن طبعا اتكلم فيها على اهميه المباراه اليوم. يمكن طبعا النهارده النادي الاهلي لو فاز في مباراه اليوم يعني رسميا يعني هيتاهل لدور النهائي من البطوله. فطبعا نظرا لاهميه المباراه مستر اوغستي اتكلم في النقطه دي مع جميع اللاعبين، طبعا اتكلم معاهم في التركيز بشده في مباراه اليوم ايضا، وعدم تكرار بالتاكيد الاخطاء يعني اللي وقعوا فيها في المباراتين اللي فاتوا طبعا لضمان التاهل وضمان الفوز في مباراه اليوم. زي ما انت سامع طبعا يا كابتن هيثم يعني هتاف جماهير النادي الاهلي متواجدين داخل الصاله بيهتفوا طبعا للاعيبه النادي الاهلي ان هم يروحوا لهم وبيدعموهم في مباراه اليوم، والحريصين طبعا ان هم يكونوا متواجدين في مباراه اليوم امام نادي الزمالك. كمان خليني يعني اقول لحضرتك واستعرض معاك يا كابتن هيثم اللعيبه اللي هتشارك في مباراه اليوم. السكواد ليست طبعا يعني لفريق النادي الاهلي، البدايه هتكون مع براندن، عمر عزب، مصطفى كيجو، ايهاب امين، عمر طارق، عمرو الجندي، كريم حاتم، مروان سرحان، عمر عماد او عمر جودزيلا، احمد مهيب، ومحمد ابو النصر، واخيرا سيف سمير. ويمكن طبعا سيف سمير يا كابتن هيثم خليني اقول لك ان هو مصاب ومش هيشارك في مباراه اليوم، ولكن طبعا متسجل في ال 12 لاعب يعني في السكواد ليست الخاص بالمباراه. لكن طبعا خليني اطمن كمان الساده المشاهدين على اصابه سيف سمير. سيف سمير يا كابتن هيثم بيعاني من خلع في احد المفاصل الاصبع السبابه في اليد اليمنى، وكمان مع وجود جرح قطعي ده يعني بالنسبه لسيف سمير، ودي الاصابه اللي عنده. ان شاء الله يمكن بعد اسبوع تقريبا هيرجع تاني ويشارك في التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي، ولكن النهارده بشكل رسمي هيغيب عن مباراه اليوم طبعا امام نادي الزمالك. ده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كمان فريق نادي الزمالك يا كابتن هيثم مستعد بشكل طبيعي جدا، نفس ال 12 لاعب هيكونوا متواجدين في مباراه اليوم زي المباراه الاولانيه والمباراه الثانيه، والاستعداد برده كانت يعني بشكل طبيعي تدريب او تمرين امبارح والنهارده ايضا كان في محاضره فيديو ميتنج ما بين الكابتن وائل بدر وجميع اللاعبين. يمكن طبعا دي الفرصه الاخيره النهارده بالنسبه لنادي الزمالك للعوده مره اخرى للمنافسه على يعني المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، ده دور النصف النهائي. يمكن طبعا يعني دي اخر مباراه ليهم. يمكن لعيبه النادي الزمالك يا كابتن هيثم داخلين مباراه مركزين جدا عن باقي المباريات، يمكن دي طبعا اخر فرصه ليهم زي ما قلت لحضرتك، ولكن النهارده ان شاء الله يكون الفوز من نصيب فريق النادي الاهلي. كمان بالنسبه للاجواء هنا يا كابتن هيثم زي ما قلت لحضرتك في البدايه، يمكن متواجد هنا عدد من جماهير النادي الاهلي، ولكن بالنسبه لجماهير نادي الزمالك زي ما حضرتك شايف ورايا يمكن المدرجات فاضيه لسه، يعني ما بداوش يجوا لسه شويه، يمكن مع اقتراب بدء المباراه هيظهر او هيكون متواجد جماهير نادي الزمالك. ولكن بالنسبه لمقصوره النادي الاهلي كمان متواجد فيها مستر هنريك رودل المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكره السله، اللي يمكن كان حريص زي ما كان حريص في اول مباراتين، حريص ايضا النهارده ان هو يتفرج على المباراه. وبالتاكيد يعني معظم اللعيبه اللي دايما بيضمهم في المنتخبنا الوطني لكره السله. وبالتاكيد يا كابتن هيثم انا معاك لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. اتكلم عليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. سلا بشكرك شكرا جزيلا، يعني الحقيقه غطيتي كل النقاط اللي كنا محتاجين نسال عليها، وان شاء الله بالتوفيق ونبارك لبعض بعد المباراه ان شاء الله يا سلا. والحقيقه برضو من تفاعل الساده المشاهدين معانا، وطبعا كان رموز يعني الباسكت بول في مصر الحقيقه كابتن نوجه طبعا احد يعني نجوم السكاوتنج او الاحصائيات، الحقيقه وضحت لي معلومه مهمه جدا ازاي بيتم احتساب الافشنسي. الحقيقه انا ما كنتش اعرفها، انا بشكرها الحقيقه على المعلومه دي. هي بيجمع النقاط اللي حطها كل لاعب زائد الريباوند او الاستحواذ اللي جابه زائد الاسيست يا كابتن زائد الستيل اللي هي الكور المقطوعه زائد البلوك، بتتجمع ده كله. يعني جبت 3 5 4 6 بتجمعهم كلهم، تطرح منهم ايه يا كابتن بقى؟ تطرح منهم اللي انت جليته من الفاول شوت عددهم والثري بوينت والتو بوينت، تطرحهم والترن اوفر، الحاجات الكويسه اللي انت عملتها بتتجمع، والحاجات الوحشه اللي انت عملتها برضه بتطرح منها. فالنهارده هو ده فعاليه اللعيب، خلي بالكم يعني عشان لما يعني. وحاجه كمان الاتحاد المصري مشكوره من خلال لجنه الاحصاء بينزل على الموقع بتاعه احصائيات المباراه، يعني حتى شوط بعد كل شوط بتنزل على الويب سايت، فاللي عايز يقرا الاحصائيات وعايز يقرا الارقام مهمه جدا، المدربين بتروح تطبعها وتاخدها عشان تقرا تشوف ايه الجديد. وعايز اقول ان احنا تقدمنا جدا في مصر الحقيقه في موضوع الاحصائيات، اتاخرنا ولكن
يعني تأتي متأخرا أفضل من أنت لا تأتي نهائي. أعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطيتنا المستمرة. الأهلي والزمالك في جيم 3 أو المباراة الثالثة في سلسلة مباريات الأفضل في 5 مباريات في قبل نهائي دوري السوبر المصري موسم 23-24، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وبفكر حضراتكم المباراة هتنطلق في تمام الساعة 9 إن شاء الله من برج العرب، ودي المباراة الثالثة في حالة فوز النادي الأهلي إن شاء الله يكون اختتم المجموعة ويكون فاز في الثلاث مباريات المطلوبة للتأهل. في حالة فوز نادي الزمالك هيعطل مسيرة النادي الأهلي لنروح لمباراة رابعة. نتمنى إن شاء الله فوز النادي الأهلي النهاردة عشان لعدة أسباب، مش بس التأهل ولكن اللعيبة ترتاح، اللعيبة مجهدة محتاجة ترتاح قبل ما نروح مشاركتنا في نهائيات الباسكتبول افريكان ليج. وبالمناسبه مجموعه الصحراء في السنغال مولعه الدنيا، مجموعه جامده جدا صعب جدا. طيب زي ما اتكلمنا فنيا عن النادي الاهلي لازم نتكلم فنيا طبعا عن نادي الزمالك. الحقيقه كان افضل افشنسي كان مهاب ياسر. مهاب ياسر الحقيقه دي افضل مباراه من وجهه نظري في مباريات الاهلي والزمالك اللي لعبها بعد ما رجع من اصابه. مهاب ياسر كان لاعب منتخب مصر او مازال لاعب منتخب مصر للشباب، منتخب مصر الكبير، وكان لاعب الام بي اكاديمي وراح بعد كده على احد الجامعات في امريكا، ولكن قطع مشواره بره ورجع لنادي الزمالك. وبعد ما رجع اصيب صليبي برباط صليبي، وبعد كده خف ورجع، وبعد كده اصيب بغضروف. هو لاعب مميز ولاعب جيد، وكان وصل انه يبقى يعني في مركزه رقم واحد او رقم اثنين في مصر. بعد ما رجع من الاصابه الحقيقه كان مستواه متذبذب شويه فوق وشويه تحت، ولكن من وجهه نظري هي افضل مباراه لعبها المباراه اللي فاتت بافشنسي 14. فالحقيقه دي كانت من وجهه نظري احلى كمان من المباراه الاولى. ثاني اعلى افشنسي احمد ياسر. اعرف راي حضرتك يا كابتن سلعوي في ارقام نادي الزمالك، وهل ولان طبعا نادي الزمالك المباراه اللي فاتت لعبها افضل كثيرة من المباراه الاولى بفعاليه 76، احنا فعاليه 81، عشان كده الماتش كان ماشي ايكوال. ارقام نادي الزمالك تحب تعلق عليها يا كابتن؟ احب اعلق عليها، اقول ان طبعا بس في حته في نقطه كيجي برس ثانيه اتفضل يعني. ارجع اتفضل. هي لازم الناس برضو احنا اتكلمنا على الاحصائيات، لازم الناس تعرف اختصاصات كل مركز. صحيح. فمركز اللي فيه كيجو او مركز البيفوت او اللي هو السنتر اللاعب الطويل لاعب الارتكاز، من اهم وظائفه وخصائصه الريباوند. وانا قاعد مع اثنين كبار من اكبر ريباوندات مصر وتاريخ مصر، فطبعا والله ما بعرفش اعمل معاه حاجه. هو ما كنتش بتعرف تحجزه يا كابتن؟ يعني كابتن سلعوي التقسيمه اصل كانت تقسيمه كابتن سلعوي هداف لوس انجلوس، ده كانت الكره تروح لما ترجعش باسكت. اتفضل. في دي من اهم وظائف لاعب الارتكاز او اللي هو رقم 5 زي ما بنقول الريباوند، فده بيتمرن عليه. بس المعلومه اللي قالتها كابتن نجوى الاحصائيه بتاعت النادي الاهلي بتقول اول مره كنا نعرف ان الصاحب بيطرح منه الغلط، ودي لقطات يا كابتن سلعاوي الساده المشاهدين من المباراه الثانيه. اتفضل. نيجي نتكلم على مهاب ياسر. من احسن لاعبي مصر فعلا، في جات له فتره كان احسن مصيب غصب عنه يعني، لا كان من احسن احسن قبل ما يتصاب على طول. قبل ما يتصاب احسن كان هو وهاب امين. الاجنحه هو وهاب امين كان في تنافس بينهم. الاصابه عطلته شويه، لكن انا اعتقد المباراه اللي فاتت كان من احسن المباريات اللي عملها. وان الولد عنده باسكت حلو. أيوة. واحنا كلاعيبه باسكت ده بنحب نتفرج على الباسكت الحلو. الباسكت الحلو صحيح. طيب بالنسبه لاحمد ياسر، احمد ياسر برضو لعيب بيشتغل على نفسه كويس، لعيب مجتهد. خلي بالك ده اكتر لعيب لعب الماتش اللي فات. احمد ياسر 32 دقيقه. لا هو لعيب بيشتغل على نفسه كويس، ولعيب بيلعب في سيري 3 على 3 ويعني على ضيق خبرات وكده، بس وعنده شوطة 3 بوينت كويسه. فنادي الزمالك الاثنين دولت رفعوا معدلات التهديف بتاعه الفرقه. وان يعني اعتقد لو اهتموا شويه هيبقوا. طب كابتن سلعاوي، دي ماركو اللاعب المحترف في صفوف نادي الزمالك للمره الثانيه او المباراه الثانيه حاطط 8 بونت بس، علامه استفهام. يعني المباراه الاولى مش علامه استفهام يعني. أنا رأيي طب راي حضرتك، هل علامه استفهام ولا نجاح دفاعات نادي الاهلي؟ يعني النهارده لما يبقى المباراه الاولى حاطط 8 بونت دي ماركو في الوقت اللي في مباراتنا اللي كانت في صاله الامير عبد الله الفيصل حط حاجه 40 بونت. 48 بونت. فالنهارده هو حاطط 8 بونت الماتش اللي فات والماتش اللي جاي 8 بونت. هل ده نجاح من مستر اجوستي بوش واللي بيدافعوا عليه، ولا راي سيادتك ايه؟ رايك ايه يا كابتن؟ بصرف النظر عن، هي طبعا نجاح من عوامل الدفاع اللي في النادي الاهلي سواء ابو النصر او كريم حاتم لما بيغيروا عليه، لكن هي العمليه ده لعيب محترف. ده لعيب مهما يدافع عليه المفروض يبقى لازم بيكون ليه ستاندر معين او سكور معين. هو بيغطي بالباص يعني، مثلا في الماتش اللي لعبه على ارضنا الثري كان بيشوط 3 بونت ما كانت والتو بوينت. ولذلك اعتقد ان الكابتن وائل بدر المباراه اللي فاتت ريحه كتير قوي.
براندون طيب اقول لك لعب قد ايه على طول معانا الارقام يا كابتن في الشوط الثالث والرابع بس لا دي ماركو انا اسف لعب 20 دقيقه برضو لاعب نص المباراه بس هو كمحترف المفروض ياخد له 30 دقيقة. صح هو لعب 20 دقيقه يبقى هو ما ادالوش كتير ايوه ما ادالوش كتير النتيجه لان هو مش مقتنع بيه لسه ما ثبتش لا وهو اضرب تمرين وادرى هو اللي في الوقت يا كابتن لاعبنا المحترف يعني براندون حط 9 تلاتات في ماتشين ده يعني ده سكور عالي جدا ده يدل على والايه ده تركيز انا عايز اقول لحضرتك بنسبه تاتا بوند 44% المباراه اللي فاتت والفري ثرو 87% والفيلد جول بتاعه الله اكبر 46% طيب كابتن ارقامه عاليه طب خلينا يا كابتن معلش يا كابتن سلعاوي بقى اللاست ابديت او التحديث النهائي لتشكيل الفرقتين خلاص ده اللي موجود على الترابيزه وهنقول لحضراتكم نبتدي بالنادي الاهلي طبعا المحترف الامريكي براندون وعمر عزب وإيهاب امين وعمرو الجندي مروان سرحان سيف لا سيف سيف الدين سمير بره سيف بره لانه مصاب مصطفى او كيجو كريم حاتم احمد مهيب محمد ابو النصر عماد عمر عماد محي ده اللي هو مكان سيف سمير وعمر طارق طيب عندنا 2 مصعدين من تحت 20 سنه كريم حاتم لسه ما زال بيلعب تحت 20 سنه وعمر عماد ودي حاجه جيده جدا تمام نخش بعد كده بقى على تشكيل الزمالك معلش انا يعني بتامل شويه قائمه النادي الاهلي نخش بقى على قائمه نادي الزمالك مهاب ياسر احمد عزب عمر هشام بهاء رمضان احمد ياسر عبد الوهاب دي ماركو اللاعب المحترف معاذ ايمن علي مصطفى احمد محمد محمود اسماعيل خالد عبد الناصر وحازم اشرف المشد وعلي احمد عمر الحقيقه انا عايز اقف برضو على علي احمد عمر ده يعني برضو عمل مباراه كويسه وانا شايف الولد ده كويس جدا هو صغير في السن وكويس لا هو بيلعب زعيم جارد وبيلعب بوينت جارد بس خلينا نقول الحكام كمان يا رب يعني الحكام النهارده تتوفق يا رب احنا كل ماتش بنشوف يعني الحقيقه يعني يا ربنا يوفقهم يا رب الحكام كابتن ياسر جمال من الشرقيه كابتن اسلام وحيد من الجيزه من منطقه الجيزه طبعا هو يعني كابتن ياسر جمال من منطقه الشرقيه كابتن اسلام وحيد من منطقه الجيزه كابتن خالد احمد الجمل من منطقه القاهره وعلى الاي ار اس اللي هو الفار كابتن محمد ابراهيم والمراقب لمباراه كابتن محمد جلال سكرتير لجنه الحكام الرئاسيه واحد الحكام الدوليين السابقين كابتن محمد جلال طيب الماتش هيتاخر 10 دقائق تقريبا هيبتدي 9:10 زي ما حضراتكم شايفين في اللوحه بعد 18 دقيقه وده حصل في المباراه الاولى ابتدت المباراه 9:10 يمكن ظروف البث ممكن عشان صلاه العشاء يعني مش عارف يعني هو بيحددوه في ارض الملعب بيبقى في اخر لحظه فالنهارده عندنا 16 دقيقه زي ما حضراتكم شايفين على اللوحه في ارض الملعب طيب خلينا نتكلم على الاحصائيات بقى كفرقه كابتن طاهر واخد راي حضرتك فيها ممكن اتفضل يلا بينا يا كابتن عندنا البوينتس اللي اتحطت فروم تيرن اوفر يعني البوينتس اللي حطها النادي الاهلي من قطع الكور النادي الاهلي قطع كوره وحط باسكت ما انت ممكن تقطع كوره يا كابتن طاهر وما تروحش تحط باسكت بس قطعت كوره رحت حطيت باسكت احنا حطينا 17 بوينت نادي الزمالك حط 15 تعليق حضرتك على الرقم ده يعني هم متساويين في يعني تقريبا ممكن يكون متساويين في الستيل او في عدد الكرات اللي يقدروا يقطعوها ويروحوا بيها تقريبا لا احنا ممكن نعرف الستيل متساويين ولا لا احنا عاملين 7 ستيل والزمالك عامل 6 ستيل فعلا تصدق يا كابتن في تساوي متساويين وفي ستيل مشهور جدا ومهم جدا حصل في اخر المباراه بتاع ايهاب امين اهمهم على الاطلاق اللي راح كاونت وان مور ده اللي خلص على المباراه وفي قبل كده حتى ساعتها كابتن وائل بدر وقع ما خلاص شفت الفيديو ده كابتن وائل بدر وقع على الخط اللي خده من احمد اسماعيل احمد اسماعيل والله ينور حضرتك بعد ما جاب الريباوند ما طلعهاش عمل دريبل راح ايهاب امين طبعا راح قطعها وراح حاطط في المربع ايهاب امين احنا لو بتتكلم كمان ان هو يعني جايب في الفعاليه 17 ثالث واحد ده رقم وبتاع وبعدين لو حبينا نشوف الريباوند رغم ان هو بيلعب جارد هتلاقي الريباوند بتاعه عالي جدا بس في رقم يا كابتن بقى احنا قلنا خلاص الستيلز احنا زي بعض احنا قطعنا 7 كور هم قطعوا 6 واحنا كلهم يعني حطينا منهم 20 نقطه سوري 17 هم حطوا 16 طيب في رقم بقى مرعب يا كابتن سلعاوي الحقيقه انا اكيد مستر اجوستي اتكلم فيه مع اللعيبه
بوينتس انت بينت او او النقط اللي اتحطت من المنطقه الحمراء اللي تحت الباسكت. المنطقه الملونه اللي هي تحت الحلقه اللي هي الزون. الزون الثلاث اللي هي تحت الحلقه على طول. احنا حاطين 20 نقطه يا كابتن سلاوي. نادي الزمالك حاطط 34 نقطه. 32 تعليقك ايه؟ هل دي سكند شوت كابتن هيثم؟ اي حاجه اي حاجة. سكور اتحط تحت الحلقه يتحسب معانا. احنا حطينا في المربع وصلنا للمربع هي من الاخر خلينا نسميها المربع. وصلنا بايدينا للمربع حطينا 20 بونت. دي بقى بترجع يا كابتن الزمالك وصل للمربع 32 بونت. معنى كده ايه يا كابتن؟ معنى كده ان مفيش تركيز، ومعنى كده ان ما كل واحد مسؤول عن الدفاع ومش محجزه، ومعنى كده ان هم بياخدوا سكند. ماشي يعني بالك ازاي؟ بياخدوا سكند، وبمعنى كده ان هم كانوا متفوقين شويه بيروحوا لايزي لاب. يعني كوليكشن. يعني دي عباره عن مجموعه ال 34 سكور كتير كابتن. يعني ال 34 بونت سكور سكور كبير. لكن واعتقد ان خدوا برضو ميديم شوت من الحته دي كتير. نعم. لان ده كان القطرات ما كانتش بتساعد، وفي وقت كتير كان عمر طارق برضو بره. بس كلام حضرتك صح يا كابتن، في نقطه لمست يعني او زي ما بيقولوا لمست كبد الحقيقه. هم نادي الزمالك حاطط 10 بونت يا كابتن طاهر من السكند شوت. طبعا من اصل من 32 دول في 10 سكند شوت، احنا حاطين 4 بس. هي دي تفرق هم كتير. بص يا كابتن، بالرغم ان انت عندك جاردات سوري سناتر قوية في مصر، بس في الماتش في المباراه بتاع المره اللي فاتت كان حصل اصابتين للاثنين سناتر، سيف سمير وعمر طارق. بس عمر كمل. عمر كمل فعلا. بس في فترات كبيره قعد يتعالج فيها بره. فانت خسرته طبعا. وبعدين هو من تحت الحلقه يعني صراحه افكتيف جدا. عمر طارق كلام حضرتك صح يا كابتن، عمر طارق لعب 18 دقيقه. 18 سيف دقيقة. سمير لما اتصاب لعب سيف سمير لعب 5 دقائق او 6 دقائق تقريبا. هو الافرج بتاع فالسناتر بتوعك لعبوا يعني ما يكملوش 20 دقيقه. مفيش الا مصطفى كيجو. ومع ذلك مصطفى كيجو جايب 18 ريباوند. حلو تمام. مين بقى معاه؟ ما كانش فيه الافكت زائد ان من تحت الحلقه التحركات والفوت ورك بتاع عمر طارق وسيف افضل من وسيف سمير الى حد كبير بالزبط. كان ممكن يجيبهم تحت الحلقه، بس ده قدر بس حطينا دي على نقطه حطينا دي على نقطه مهمه اهو، ان غياب سيف سمير وعمر طارق لفترات طويله ادى الاولويه للزمالك في الوصول للمربع. بس خسرت القوه الاساسيه بتاعتك. لان الريباوند اللي احنا جبناه مثلا، احنا جبنا 40 ريباوند مش كده؟ ايوه 40 بالظبط. لا تحديدا 40 والزمالك جاب 45. بالظبط. لو انت حسبتها بالدقائق بقى بالنسبه للتو الخمستين اللي هم طلعوا مصابين، عمر طارق و لا ده انا اجيب لك بالتحديد هم جابوا كام؟ 45 ريباوند. لعبوا قد ايه؟ عمر لا ما هو عمر طارق لعب 18 دقيقه، جايب كام ريباوند؟ جايب سمير جايب ايه ده؟ عمر طارق مش ممكن مش جايب ولا لا لا جايب 8 ريباوند. لا عمر طارق جايب 8 ريباوند. 8 ريباوند على ايه؟ على 18 دقيقه. عندك سيف سمير قبل ما يطلع كان جايب ريباوند واحد. فانت فعلا غياب الخمسات اثر معاك جدا، وده الرقم اللي خلى الزمالك يمشي معاك. بالظبط. هو الزمالك بيتفوق عليك مش معاك بخمسه. ايوه بس خلي بالك برضو في نقطه كابتن هيثم. اوكي بس في نقطه مهمه جدا، وهي ان برضو سناتر الزمالك مش اقل يا كابتن. أقل. انا معاك بس يعني النهارده بده لما هم يبقى اذا اللي كانت المشكله فين؟ في القطرات. طب اقول لك رقم تاني مرعب يا كابتن. القطرات هي اللي كانت بتجيب الريباوند كوتش. اقول لك رقم تاني يعني ايه برضو ادى الافضليه للزمالك ووصل بينا الماتش لكده. الفاست بريك هم حطوا من الهجوم الخاطف 16 نقطه. احنا حطينا 5. ايوه قليل جدا. ما انا قلت لك طب دي مرتبطه بالريباوند. الريباوند طبعا بيجي الفاست بريك. لان بقول لك ايه، لا انت بتاخد الريباوند بتستحوذ على كل حاجه، بتستحوذ على الجيم. فانت النهارده معاكش ريباوند. فاست بريك ازاي؟ يبقى معاكش فاست بريك. يفوز من امتلك السلتين. كان مثل قديم بيقولوا مدربين امتلك مش اشترى يعني امتلك يعني يعني جاب الريباوند هنا وهنا. ان هو استحوذ على الريباوند هنا وهنا يبقى خلاص انت كده يعني هتقدر تعمل هجمه مرتده سريعه
هتقدر في نفس الوقت تمنع السكند شوت بتاعهم. يعني النهارده يا كابتن لما يحط نادي الزمالك 16 نقطه من فاست بريك واحنا خمسه بس، ده رقم برده محتاج لتامل، واكيد مستر اجوست حط له حلول. طيب عندنا النادي الزمالك طلع علينا مرتين الماتش اللي فات يا كابتن. اول جيم ايوه 6-0 حلو، والمره الثانيه طلع علينا طلع 69 طلع وكان متقدم علينا 4.5 دقايق، بقيه الماتش كله احنا متقدمين. طيب خلاص خلينا نطلع لفاصل، انا شايف كده لحظات بس لازم نطلع لفاصل، استاذن يعني ساده المشاهدين وضيوفي الكرام نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نوصل تغطيتنا. طيب ممكن نلحق، طب خلينا افضل نروح للماتش، خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين وبعد كده نطلع للمباراه. المباراه اللي تقام طبعا من استاد برج العرب، هيكون معلقنا الكابتن احمد مناع. فاصل ثم الى المباراه ونلتقي ان شاء الله بين الفترة الثانية والثالثة بإذن الله. أهلا بحضراتكم من جديد، وتبقى الأرقام والإحصائيات، والأرقام الحقيقة مش لصالحنا بالمرة في الفترة الأولى والثانية، ويمكن أبرز هذه الأرقام اللي طبعا هسمع أو هعرف تعليق ضيوف عليها، وهو الريباوند أو الاستحواذ. نادي الزمالك مستحوذ على 32 ريباوند في الوقت النادي الأهلي 17. نادي الزمالك تقريبا ضعفنا في الريباوند، وهذا هو هذه هي المشكلة الكبيرة. 3 بونت نسبتنا في الثلاثة بونت 20%، شاطين 15 3 بونت جايبين 3، ودي نسبة قليلة جدا جدا. في الوقت النادي الزمالك شايط 13 3 بونت جايب 5، يعني نسبته 38%. برحب بالكابتن طاهر رجب المرة الثانية. كابتن سلاوي أهلا بحضرتك المرة الثانية. كابتن تعليق حضرتك على هذه الأرقام، وكمان ضيف عليهم التيرن أوفرز أو الكور المقطوعة. احنا عاملين 6 كور مقطوعة في الفترة الأولى والثانية في الوقت اللي نادي الزمالك عامل 4. اتفضل. لا هو يعني احنا يعني هو المستر أوجستي بوش بدأ المباراة بداية قوية باللعيبة الأساسيين الأقوية اللي ممكن يريحوه ويخلصوا الجيم الأول. نعم. الزمالك النهاردة أعتقد في احسن يعني حالته كويسه جدا، في احسن حالاته، يعني عشان احنا بنتكلم كباسكت بول. احنا بالنسبه لفرقتنا ما فيش عدم وجود الجماعيه دفاعيا وهجوميا بصراحه. يعني الدفاع ده احنا كان يتغرس فينا، واحنا يقول لك لا الدفاع ده عباره عن 5 بيتحركوا كتله. نعم. والهجوم 5 صحيح بينفذوا هنا في الدفاع التعليمات، وهنا بينفذوا في الهجوم التعليمات. النهارده احنا الريباوند ضايع مننا خالص، مفيش تحجيز، مفيش العين اللي بتشوف الكوره رايحه فين عشان تقدر تروح الوضع الصحيح اللي يجيب الكوره. القطرات ما بيساعدوش البيفوتات ان هم يستحوذوا على الكرات اللي هي خدوا علينا سكند شوت كتير جدا النهارده. نسبتهم في 3 بوينت بشوت مرتاح اللعيب، فنسبته النهارده معديه ال 35%، ودي نسبه كبيره جدا. لكن لسه المباراه فيها شوطين، واحنا متعودين من لعيبتنا ان الشوطين الثالث والرابع بيكون فيها التركيز اكتر. لكن لو ما قدرش لاعب الاهلي من اول الشوط الثالث يفرض اسلوب لعبه ويفرض سيطرته على المباراه ويفرض سيطرته على الريباوند، هندخل في مشكله لو فضلوا ماشيين بفرق السكور ده او اقل. لكن ان شاء الله احنا ان شاء الله نكسب النهارده، نريح نفسينا، نستعد للبال، تبقى في فتره راحه كبيره لينا ان شاء الله. كابتن طاهر راي حضرتك في الارقام، خاصه برضو ازيد حضرتك بعض الارقام. هداف الفريق عندنا عمر طارق برصيد 11 نقطه، هداف الفريق الناحيه الثانيه خالد عبد الناصر برصيد 13، ياتي ثاني هدافين النادي الاهلي ايهاب امين برصيد 9 نقاط. براندون الحقيقه النهارده يعني ماكينه التهديف متعطله، 6 نقاط فقط، دول اكبر 3 هدافين او يعني اكتر 3 هدافين. اكتر ريباوند النهارده ودي علامه استفهام ايهاب امين، يعني كيجو حسدناه قلنا ان هو جاب 18 ريباوند المره اللي فاتت، كيجو النهارده يعني اتذكر انه جاب 2 3 ريباوند فقط. كابتن طاهر تعليق حضرتك على الارقام. يعني تعليق حضرتك على هذه الارقام دفاعيا وهجوميا يا كابتن طاهر. هي طبعا الارقام لصالح الزمالك في السكور وفي الريباوند، اعتقد ان احنا تقريبا متساويين في الاسيست او حسب الاحصائيات في التمرير احنا متعادلين تقريبا، انما هم فارقين علينا في الريباوند نمره 1، وفارقين علينا طبعا في البوينتس. انا يعني انا شايف ان في حمل على اللعيبه الاساسيه بتوع الاهلي،
يعني كميه ماتشات انت خارج من البال، فطبعا انت مشدود طول الوقت. وكان زي ما قال الكابتن سلعاوي وفي اول الكلام بين الشوطين ان فعلا انا اول مره اشوف اوجستي مهتم جدا وعاوز يكسب الماتش ده باي صوره، واحنا عارفين الاهداف بتاعت طبعا عايز يريح داخل بطوله ثانيه ومش عاوز، يعني هو كمان المشاكل ان في اصابات في لعيبه مهمه جدا، شيف سمير وعمرو زهران ومعداوي ومؤمن، فهي دي الاسباب دليل ان انت في الماتشين اللي فات كنت متفوق. كابتن طاهر يعني كلمه سر لو عملها نادي الاهلي في الكوارتر الثالث والرابع هتغير المباراه سريعا كده في دقيقه قبل ما نروح هو نمره واحد الديفنس لازم عندنا مشكله في البيك اند رول يا كابتن، عندنا مشكله في البيك اند رول في الزون يا كابتن. انت كمان نوهت بكلمه او قلت كلمه مهمه جدا قبل المباراه ما تبتدي بان كميه الكور اللي بيجيبوها من تحت الحلقه كميه كبيره جدا. ده النهارده خد عبد الناصر وصل المربع اكتر من مره، النهارده عندنا المربع وزائد ان هو شاط ميدي مايا اتنين وفي بعض الاوقات بيوصل ان هو يحط دنك. يعني لا وفي مشكله في الزون كابتن هيثم، انا برضو في مشكله عندنا في الزون وحتى لما بتلعب بان ما فيش هلب ما بتقفلش عشان ما فيش كلامنا احنا قلنا ايه، ما فيش دفاعيه في الهجوم ولا دفاعيه في يعني مش في معقول ايزي ليب كل كوره ايزي ليب ايزي ليب. طب يا كابتن سريعا كده بعض الاحصائيات يا كابتن، اعلى تاثير او افشنسي للنادي الاهلي من اللاعبين هو عمر طارق، وهو الحقيقه النهارده 11 نجم موفق جدا، افشنسي عالي جدا 13 افشنسي بتاع عمر طارق، يليه طبعا في الافشنسي 6 3 لعيبه ورا بعض، عندك براندون وعمر عزب وإيهاب أمين الثلاثة افشنسي 6، الجاب كبيرة جدا بين عمر طارق وبقية اللاعبين في الفاعلية، وبعد كده في لعيبة في النادي الأهلي الافشنسي بالماينس. طيب هنروح لنادي الزمالك، أعلى افشنسي في نادي الزمالك من غير ما أفكر خالد عبد الناصر، من غير ما أفكر ولازم من غير ما أبص خالد عبد الناصر الحقيقة عامل مباراة كبيرة، يجي وراه على طول في الافشنسي أحمد إسماعيل، طبعا السناتر طبعا زي ما حضراتكم شايفين اللاعبين خلاص بيتجمعوا في ارض الملعب عشان يعني يقولوا كلمات ويشدوا من يعني بعضهم بحيث ان احنا نقدر ان شاء الله الفتره الثالثه والرابعه نكون افضل من كده، وارد جدا الملعب المباراه لسه في الملعب 9 بونت مش كتير، انت بتتكلم في يعني زي ما حضراتكم شايفين الصوره هنا، خلينا بس فاضل دقيقه بالظبط والدنيا يعني مش بعيده ولكن محتاجه شويه تركيز في الدفاع. استاذن ضيوفي الكرام واستاذن الساده المشاهدين عشان نرجع تاني لصاله برج العرب عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الثالثه والرابعه من مباراه الاهلي والزمالك في جيم 3 في سلسله مباريات قبل النهائي، وفكر حضراتكم النتيجه او نتيجه سلسله المباريات 2-0 للنادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله النهارده نفوز بالمباراه في الكوارتر الثالث والرابع. فالى هناك مع معلقنا الكابتن احمد مناع. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا للضيوف الكرام كابتن محمد طاهر رجب وكابتن محمد السلعاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، عوده مره اخرى اعزائي المشاهدين لبدايه احداث كوارتر ثالث ما بين الاهلي والزمالك في جيم 3 نصف نهائي دوري السوبر لكره السله موسم 23-24. زي ما تابعتوا حضراتكم كده في بعض الاحصائيات اللي قالها كابتن سعيد وضيوفه الكرام تكملة للإحصائيات، دي التعليمات الأخيرة للكوتش أوجستي. النادي الأهلي سجل 7 نقاط من التيرن أوفر اللي عملها نادي الزمالك، وسجل من تحت المنطقة اللي هي المربع زي ما قال كابتن هيثم 18 نقطة، سجل 3 نقاط من السكند شانس أو المتابعة الهجومية، والفاست بريك سجل 5 نقاط، لاعبي البنش سجلوا 8 نقاط، واكبر تقدم كان
10 نقاط لصالح نادي الاهلي، دي بعض الاحصائيات. اما نادي الزمالك سجل من تيرن اوفر اللي عمله النادي الاهلي 11 نقطه، سكند شانس او متابعه هجوميه سجل 15 نقطه، لعيب البنش سجلوا في احداث الكوارتر الاول والثاني 30 نقطه، اما من تحت الباسكت فعمل رقم سجل 26 نقطه في الفاست بريك، سجل 4 نقاط وكان اكبر تقدم 14 نقطه. دي بعض الاحصائيات سريعا كده. كوتش اوجوستي في احداث الكوارتر الثاني تم حساب عليه خطأ فني وتكنيكال فاول، نتمنى الا يحصل على الثاني. ستارت اللاين اب للنادي الاهلي، ابو النصر، عمر طارق، ايهاب امين، براندون وعمر الجندي، ده الستارت اللاين اب للنادي الاهلي اللي هيبدا بيه الكوارتر الثالث. نتمنى عوده للنادي الاهلي والكام باك والحصول على المباراه الثالثه باذن الله. اما الستارت لاين اب لنادي الزمالك فهنقول لكم عليه، وكوتش اوجوستي مع كابتن اسلام وحيد وحوار كده، دي ماركو، علي، عمر، احمد اسماعيل، خالد عبد الناصر، وهنشوف الخامس على بركه الله. حيازه تبادليه للاهلي والاهلاويه، هيبدا النادي الاهلي الهجمه عن طريق ايهاب علي. ايهاب يبدا الهجمه، مان تو مان نادي الزمالك، ايهاب بيسلم لبراندون، براندون بالسكرين مع عمر طارق، براندون بيبص على الانسايد مره ثانيه، ادي هنا اختراقات والكيك اوت عند براندون، براندون في الوان ان وان، براندون ستيب باك وميديوم شوت، شوت نجح في تسجيل اولى نقاط احداث كورتر اول، ده الفارق الى 9 نقاط لصالح نادي الزمالك، براندون على تسجيل اولى نقاط الكورتر الثاني. خالد عبد الناصر بالهاند اوف مع دي ماركو، دي ماركو لسه دي ماركو مع الكوره، دفعات قوية، خالد عبد الناصر بنتريشن من الميدل، لكن هنا تيرن اوفر ومخالفة المشي بالكرة على نادي الزمالك، خالد عبد الناصر يرتكب تيرن اوفر واوتسايد لصالح النادي. عمرو الجندي اطمئننا عليه، الحمد لله كانت حاجة خفيفة كده وعادي إلى أرض الملعب تاني، بدأ بيه كوتش اوجوستي الكوارتر التاني، يبدأ الهجمة على طول. إيهاب أمين، إيهاب بالسكرين مع عمر طارق، لسه ايهاب امين، ايهاب في الدرايف واحد على واحد ايهاب، لكن هنا يحتسب كابتن اسلام وحيد الباسكت ومعه الاند وان والفاول والخطا الشخصي لصالح البوب ايهاب امين، نقطتين يحتسبهم كابتن اسلام وحيد واند وان لايهاب امين. ايهاب على الاند وان ينجح في تسجيل نقطة وان دوان ورمية حرة إضافية عشان يوسع الفارق أو يضيع الفارق 49-43. عد علي عمر، علي في الدرايف واحد على واحد، علي راح وصل لكن ما نجحش في التسجيل، اهتم الأهلي بالريباوند، نجح إيهاب أمين في الحصول على الريباوند، يسلم لأبو النصر، أبو النصر بالهاند أوف مع براندون، براندون براندون بالبيهايند باك، براندون لسه براندون سيطر على الكره، سلم لابو النصر، درايف ابو النصر بنتريشن واحد على واحد، روعه الروعه محمد ابو النصر ينجح في تسجيل نقطتين، محمد ابو النصر واخد معاه خطا شخصي وفاول ولا ده تايم اوت؟ اعتقد ده تايم اوت يطلبه كوتش وائل بدر. ادي هنا الدرايف وادي الوصول وادي لعب بايده الشمال، ينجح محمد ابو النصر في اضافه نقطتين كمان لصالح الاهلي والاهلاويه، كوتش وائل بدر يطلب تايم اوت 45-49 لصالح نادي الزمالك. تعليمات كوتش اوجوستي زي ما قلت لحضراتكم، اهتم النادي الاهلي جدا في الريباوند ده في المقام الاول، اللعب على الانسايد في الهجوم ده في المقام الثاني، الدفاعات والتغطيات الدفاعيه العكسيه سواء من ويك سايد او المقابله في الدبل تيم على دي ماركو زي ما حصل في الجيم 1 وجيم 2. كوتش اوجوستي وتعليماته وانتهاء التايم. انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش وائل بدر 49-45 لصالح نادي الزمالك، ده الفرق الى 4 نقاط.
يبدا نادي الزمالك الهجمه عن طريق دي ماركو على طول. محمد ابو نصر اوتوماتيك يتعلق كابتن، عدى دي ماركو يقف ويرتكز وعلى الميديم شوت يشوط ما يسجلش، لكن هنا في ايه؟ في هنا مخالفه وفاول وخطا شخصي، هنشوف على مين. عز ايمن هو اللي لم الريباوند، حاول تراي كده على الباسكت، لكن هنا الخطا الشخصي والفاول هنشوفه على مين؟ على محمد ابو النصر. فاول على محمد ابو النصر. خطا شخصي وفاول على محمد ابو النصر وتحذير. قول لو في ادعاء للسيميليشن هتاخد تكنيكال فاول. ده حوار الكابتن ياسر مع كابتن مع محمد ابو النصر. حوار اخر مع في هنا المراجعه للاي ار اس. نشوف المراجعه للاي ار اس. مراجعه للاي ار اس ما بين كابتن ياسر وكابتن اسلام وحيد. هنا مروان سرحان مع عمر طارق وبراندون عمرو الجندي وهاب امين. كوتش اوبوس بيستدعيهم رغم التعليمات. هنشوف خلينا مع الحكام القرار ايه. تو شوتس هنا، يبقى هنا القرار هنا تم مراجعته، هل هي لتو شوتس ولا فاول عادي؟ ادي هنا هنا قرر الحكام انه فاول، ودي تراي من معاذ ايمن على الباسكت يتم احتسابها برميتين حرتين. تو شوتس ورميتين حرتين لمعاذ ايمن. معاذ على الفري ثرو الاول لا يسجل. معاذ على الفري ثرو الثاني ورمى الحره الثانيه. ينجح في التسجيل. سجل اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني. معاذ ايمن يبدا على طول. ايهاب امين بهجمه، عدى ايهاب امين من علي عمر، يبدا سيد بلاي. ايهاب امين بريس كريم مع عمر طارق. ايهاب لسه ايهاب يعلق على طول عمر طارق. اليو باسكت ينجح في تسجيله عمر طارق وياخد معاه فاول وخطا شخصي باند 1 للصالح البيجو عمر طارق. بدايه ولا اروع من الاهلي والاهلاويه. ادي هنا الاليو وادي الباسكت وادي الخطا الشخصي على احمد اسماعيل. اند 1 ورمي حره اضافيه للبيجو عمر طارق. خطا شخصي على احمد اسماعيل رقم 21 من نادي الزمالك. اند 1 لعمر طارق ينجح في التسجيل. عمر طارق في التسجيل على طول يخرج عليه عمر وينزل عمر الشام لاعب نادي الزمالك. دي الفرق الى نقطتين. خالد عبد الناصر يطلع الاوت ويسلم على طول لديماركو. ديماركو لسه ديماركو يتعمل عليه دبل تيم. يسلم لخالد عبد الناصر، يعدي خالد عبد الناصر في الاول زاويه. خالد عبد الناصر يسلم تحت الباسكت لاحمد اسماعيل اللي يسجل اللي هو اول زاويه اب ودنك ينجح في تسجيله احمد اسماعيل. دي قامت ترفع الفرق مره ثانيه الى اربع نقاط. ايهاب امين من تمنى الزمالك. ايهاب لسه ايهاب استنى الانسايد. ايهاب سلم عمر طارق. عمر طارق بالهاند اوف مع براندو. براندو 10 ثواني على زمن الهجمه. لسه براندو السكرين. براندو 4 ثواني. براندو 3 بوينت براندو لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول خالد عبد الناصر ويبدا الهجمه عن طريق عمر هشام. عدى عمر هشام لكن دفاع قوي من ايهاب امين. عدى عمر هشام وادي هنا ايهاب امين في الستيل. ايهاب امين في الباسكت. ايهاب امين في التو شوتس ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول على مين؟ خالد عبد الناصر. ينجح عمل الستيل ودفاع قوي من ايهاب امين. الكل توقع ان ايهاب امين هيسيب عمر هشام لكن اصر على انه يعمل الستيل ونجح انه ياخد خطا شخصي وفاول على خالد عبد الناصر رقم 28. تو شوتس ورميتين حرتين للبوب ايهاب امين. ايهاب على تنفيذ الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى. 7 دقايق 21 ثانيه ينجح في التسجيل للبوب. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لايهاب امين. ينجح ايضا في التسجيل. ده الفرق الى الفرق نقطتين لصالح نادي الزمالك. 52-50. كوتش اوجوسو التعليمات الدفاعيه. عمر هشام يبدا الهجمه مع براندون على طول في المان تو مان.
عدى بالسكرين مع خالد عبد الناصر، يقلب الملعب في السكيب باس عند احمد اسماعيل لدي ماركو، يسلم دي ماركو، دي ماركو عايز يبص على الثلاثه بونت شوت فعلا لكن لا يسجل، زق الكره كده معاذ ايمن تطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي على طول، مروان سرحان يسلم من الدور لايهاب امين، يبدا الملعب على طول ايهاب امين كبوينت جارد او صانع العاب، عدى بالسكرين ايهاب يسلم لبراندون، براندون عمر طارق بيقول له اهدى كده انا جاي لك بالسكرين، عدى بالسكرين براندون، لسه براندون بري سكرين مره ثانيه، براندون على 3 بوينت، براندون ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، براندون شيلدريس الامريكي ينجح في تسجيل ثلاث نقاط واول تقدم في احداث الكوارتر الثالث للاهلي والاهلاويه. دي ماركو في الدرايف، دي ماركو في الوصول، دي ماركو في التسجيل، ينجح في تسجيل نقطتين، خلي الفرق نقطه لصالح نادي الزمالك. 54 53 عدى ايهاب امين، ايهاب لسه ايهاب يبحث عن براندون، براندون بالسكرين، براندون مع معاذ ايمن، عدى براندون، براندون لسه براندون في الاختراقات، براندون الكيك اوت عنده مروان، مروان في الاوبن شوت لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول عمر هشام ويروح على البلوك، روعه البلوك يا عمر طارق، على طول الكره تصل الى تيرن اوفر على محمد ابو جاسم، سلامات لعمر طارق، خد الكره كده محمد ابو النصر، اتعمل عليه دبل تيم، حاول يباص الكره ويطلعها فاست بريك لكن هنا نشوف مره ثانيه البلوك، ادي عمر هشام في الاول زاويه مع عمر طارق، خد الخطوات هوب تعالى هنا بقى. نرجع للمباراه مره ثانيه، دي ماركو عدى دي ماركو لكن هنا اوفنسيف فاول على دي ماركو لاعب نادي الزمالك، ينجح بذكاء شديد محمد ابو النصر في الحصول على خطا شخصي من دي ماركو، اوفنسيف فاول خطا مهاجم والحيازه للاهلي والاهلاويه. براندون معاذ ايمن يتولى رقبته في المان تو مان، براندون عدى، عدى براندون السكرين مع عمر طارق، لسه براندون يسلم على طول، لا لسه براندون في ال1 ان 1 براندون، لكن هنا في خطا شخصي وفاول، لا هنا موقف كابتن ياسر احتسب خطا شخصي مخالفه المشي بالكره على براندون تشيلدرس، براندون وتيرن اوفر على النادي الاهلي. الكره الاخيره لبراندون، خرج معاذ ايمن، نزل احمد عزب مكانه، ادي براندون يبدا الهجمه، عمر هشام بالسكرين مع خالد عبد الناصر، يضغط عليه في الدبل تيم لكن هنا فاول من مروان سرحان وخطا شخصي احتسب كابتن ياسر على مروان سرحان. اوت سايد زملكاوي، دي ماركو يقلب السكيب باص على طول عند احمد عزب، احمد عزب بالسكرين، احمد عزب عدى يطلع كيك اوت لعمر هشام، عمر هشام على اوبن شوت في 3 بوينت ما يسجلش، لاست تاتش على احمد اسماعيل ولا اوت سايد لصالح النادي الاهلي. براندون 11 نقطه نجح في تسجيلهم في خلال المباراة لمحمد ابو النصر، استلم على طول عمر طارق لكن خطا شخصي وفاول على احمد اسماعيل واوت سايد لصالح نادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي اينما كنت اينما ذهبت حاضره دائما وابدا، داعم وشريك رئيسي في كافه النجاحات. اوت سايد اهلاوي، وتشو بوسي وحوار مع كابتن احمد الجرح وكابتن رامي الدياصري، وشوتس ورميتين حرتين لصالح عمر طارق، عمر طارق على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى لا يسجل. عمر طارق 14 نقطه نجح في تسجيلهم في المباراه، عمر طارق على الفري ثرو الثاني والرميه الحره الثانيه نجح ايضا في التسجيل، 20 محاوله للنادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل 16 محاوله. عمر طارق او عمر هشام عدى مع ابو النصر، لسه ابو النصر مسيطر عليه، دفعات قويه من ابو النصر، خلي بالك من فاولات يا ابو النصر، لسه بقول له خلي بالك، احتسب عليك كابتن اسامه محمود على طول خطا شخصي، فاول خطا شخصي على محمد ابو النصر.
اوت سايد على التنفيذ احمد عزم يسلم على طول لخالد عبد الناصر. خالد يبحث عند ماركو دفاع قوي من راندو يسلم على طول احمد اسماعيل بالهاند اوف مع عمر هشام. عمر هشام في البنتريشن من الميدل يسلم في البيك اند رول مع احمد اسماعيل دفاع قوي من الاهلي يسلم لخالد عبد الناصر لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل يستخدم اللوحه وينجح في تسجيل نقطتين يجعل التقدم 56 54 لصالح نادي الزمالك. يبدا ايهاب امين الهجمه. ايهاب لسه ايهاب ايهاب امين ايهاب يلف وارتكز طلع كيك اوت على طول مروان سرحان في الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما يسجلش حاول معاه مره ثانيه لكن دي ماركو على طول يسبق دي ماركو في الديفنسيف ريباوند في الاول ذا وي يروح ويسلم لاحمد اسماعيل تحت الباسكت هنا دايس على اللاين قرار صحيح من الكابتن خالد لكن دفعات اقوى من البيج او عمر طارق اللي نجح انه يخرجه ويطلع اوت سايد يخرج مروان سرحان الكره هي مره ثانيه بصوا على عمر طارق هنا خلاص وقف خلاص كان خرج بره الملعب نزل كيجو مكان مروان سرحان سيطر على الريباوند وما يفكر فيه وبص بوش دلوقتي ايهاب امين في 3 بوينت ما سجلش يزقه على طول ابو النصر لبراندون براندون براندون 3 بوينت براندون لكن ما ينجحش في التسجيل يلم الكره على طول في الديفنسيف ريباوند على طول احمد اسماعيل ويسلم لعمر هشام يبدا الهجمه عمر هشام عمر هشام بالسكرين مع احمد اسماعيل يابلو على طول ايهاب امين سكرين وري سكرين مره ثانيه يقلب الملعب لدي ماركو دي ماركو على 3 دي ماركو على 3 لكن ما ينجحش في التسجيل يلم على طول كيجو ويبدا الهجمه ايهاب امين ايهاب يسلم لبراندون براندون يتولى رقابه دي ماركو ودي ماركو يتولى رقابه براندون لسه ايهاب امين اون 3 ايهاب لكن ما ينجحش في التسجيل يزق الكره على طول كيجو لكن هنا في خطا شخصي على مصطفى كيجو اتجاه دي ماركو شخصي على كيجو 3 دقائق 11 سنه متبقيه على نهايه احداث الفتره الثالثه او الكوارتر الثاني خرج كيجو ونزل مكانه عمرو الجندي استغل كوتش اوجستي في بوزيشن 3 و4 يقدر يلعب بيه في الانسايد ياخد بوزيشن ويقدر يلعب بيه لو حد طويل ماسكه من السناتر نادي الزمالك يقدر يسحبه لبره ويلعب بيه بال1 اون 1 او يشوط 3 مرات خالد عبد الناصر يلف ويرتكز ويروح على الباسكت لكن ما يسجلش على طول بيج او في الديفنسيف ريباوند حاضر يسلم على طول لبراندون براندون 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 لايهاب امين تحت الباسكت لعمر طارق يلف ويرتكز عمر طارق الباك لياب طلع كيك اوت يا عمر لكن هنا مخالفه المشي بالكره طلع كيك اوت على طول يا عمر اتزنقت اتعمل عليك تراب من ثلاث لاعبين طلع كيك اوت على طول يضغط النادي الاهلي ابو النصر يضغط على دي ماركو دي ماركو لسه دي ماركو يسلم لاحمد اسماعيل احمد اسماعيل بالهاند اوف مع عزم عزم لكن هنا براندون ارتكب خطا شخصي وفاول اتجاه احمد عزم شخصي على براندون تجاه احمد عزب وتو شوتس لصالح احمد عزب. رميتين حرتين لاحمد عزب. رميه حره اولى وفري ثرو اول لاحمد عزب. ينجح في التسجيل. فري ثرو ثانيه ورميه حره ثانيه لعزب. لا يسجل دخول احد لاعبي نادي الزمالك قبل لمس الكره للحلقه خلاص مفيش ريباوند كابتن خالد صفر ان الكره اوت سايد لصالح النادي استلم ايهاب امين ويبدا الهجمه ايهاب ايهاب امين لسه ايهاب اخر دقيقتين وعشرين ثانيه ايهاب امين ايهاب في الانسايد ايهاب لسه مسيطر على الكره طلع ايهاب
يقلب الملعب على طول لبراندون، براندون على الميديم، براندون يشوط لكن ما يسجلش، حاول مع عمر طارق لكن توصل الى ايهاب امين يبدا الهجمه مره ثانيه من السيت بلاي عن طريق عمرو الجندي، لايهاب امين مره ثانيه، جاله سكرين من عمر طارق، ثواني اخيره في زمن الهجمه، قطع له على طول ابو النصر، ابو النصر لكن هنا في فاول وخطا شخصي على خالد عبد الناصر لاعب نادي الزمالك، عمر هشام عفوا، وتو شوت سيحتسبهم كابتن ياسر جمال لصالح محمد ابو النصر. دقيقة 59 سنة بالتمام والكمال على نهاية أحداث فترة ثالثة وكوارتر ثالث. تغيير في صفوف نادي الزمالك. هيخرج عمر هشام. تفوز مين مكانه؟ هل معاذ أيمن أم أحمد ياسر؟ مهاب ياسر؟ أعتقد مهاب ياسر هو اللي نزل. رمية حرة أولى وفري ثرو أول ينجح أبو النصر في تسجيله. ده الفرق الى نقطتين 55-57 لصالح النادي الزمالك. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لصالح نادي الاهلي عن طريق ابو النصر ينجح ايضا في تسجيل. دي الفرق الى نقطه وحيده 56-57 لصالح نادي الزمالك. اقل من دقيقتين اعزائي المشاهدين على نهايه احداث الكوارتر الثالث. عمر عزب بدل من ابو النصر. دي ماركو يبدأ الهجمة. دي ماركو مع إيهاب أمين يسلم لأحمد عزب. عزب ياخد سكرين من أحمد إسماعيل. عد عزب وادي الميديم بتاعت عزب يشوط ينجح في تسجيل نقطتين ويوسع الفرق إلى ثلاث نقاط لصالح نادي الزمالك. براندون براندون لسه براندون سكرين مع عمر طارق. براندون براندون ميديام براندون يشوط براندون ينجح براندون في تسجيل نقطتين وده الفرق مره ثانيه الى نقطه وحيده لصالح نادي الزمالك. يبدا دي ماركو الهجمه في الاول زاويه لوحده خالص يروح يصل في الاخير لا ينجح في التسجيل يلم عزب على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم دي ماركو على طول بدوره يقلب الملعب لعمر عزب. عمر عزب على اوبن شوت. عمر عزب عمر عزب ثلاث نقاط روعه الروعه عزب يجعل بهم التقدم للاحمر الاهلاوي. ثلاث نقاط 61-59 للاهلي والاهلاويه. دي ماركو لسه دي ماركو السكيب باس عند عزب. احمد عزب وعمر عزب شقيقان من نادي سموحه. احمد عزب على اوبن شوت لكن ما نجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند روعه من البيج وعمر طارق. اخر 40 ثانيه في زمن احداث الكوارتر الثالث 61 الاهلي 59 الزمالك. ايهاب امين ايهاب بالسكرين مع عمر طارق لسه ايهاب سكرين تاني عمر طارق اخر ست ثواني في زمن الهجمه. وادي هنا سلم عمر طارق في البيك اند رول لكن تراي كده على الباسكت ما ينجحش. عمر طارق يلم على طول دي ماركو ويبدا الهجمه. ثواني اخيره في زمن الكوارتر الثالث. دي ماركو لخالد عبد الناصر عايز يستلم منه مره ثانيه. دي ماركو دي ماركو يفتح الملعب لازم اللعيبه تضم هنا عشان تعمل الهيلب. لسه دي ماركو على اوبن شوت على 3 بوينت ما يسجلش يلم البيك او عشان تاتي معها صفره انتهى احداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي بنتيجه 61-59. تعالوا نشوف تعليمات كوتش اوجوستي ونشوف الاعداد ونستمتع معاكم بالتحليلات والاحصائيات اللي متواجده واللي بترسل الينا لحظه بلحظه. توب سكورر بقول لحضراتكم اعلى النقاط في النادي الاهلي هو عمر طارق برصيد 15 نقطة، أما نادي الزمالك برصيد 13 نقطة هو خالد عبد الناصر يأتي وراء عمر طارق إيهاب أمين 14 نقطة ثم براندون ب 13 نقطة. ده التوب سكورر أو أعلى نقاط في الفريقين. في التوتال ريباوند إيهاب أمين 6 مقابل أحمد إسماعيل 7 يأتي وراء إيهاب أمين. عمرو الجندي 4 ومحمد أبو النصر 4. في الأسيست أو التمريرات المساعدة براندون عمل 5 تمريرات حاسمه مقابل دي ماركو عمل 4 ياتي وراء ايهاب امين ب 4 وعمرو الجندي ب تمريرتين حاسمه. الفري ثرو 23 محاوله النادي الاهلي على الفري ثرو او على الفاول شوت اللي نجح في تسجيل 18 بنسبه 78%. اما نادي الزمالك على الفري ثرو 16 محاوله ونجح في تسجيل 8 برصيد 50%. في الريباوند ارتفع النادي الاهلي الى 28 ريباوند مقابل 39 ريباوند نادي الزمالك. في الاسيست الزمالك 12 اسيست والاهلي 11 تمريره مساعده. في البلوكات متعدين
عفوا في البلوكات الاهلي 2 مقابل لا شيء، فلسطين 4 امام 4. التيرن اوفر الاهلي عمل 9 تيرن اوفر مقابل الزمالك 8. دي احصائيات المباراه لغايه احداث الكوارتر الثالث. على الفري على 3 بوينت الاهلي 23 محاوله على 3 بوينت، نجح في تسجيل 5 محاولات برصيد 21%. اما نادي الزمالك 18 محاوله على 3 بوينت، نجح في تسجيل 5 محاولات برصيد 27%. انتهت فتره الراحه ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع. نذهب الى الفصل الاخير. الاهلي يبحث عن الثلاثيه وللتاهل الى الفاينل الدوري واكتساب بعض الوقت من الراحه قبل نهايات البال باذن الله يوم 24 القادم ان شاء الله. كل التوفيق للماتادورز، خماسي النادي الاهلي براندون، عمر طارق، عمرو الجندي، مروان سرحان وعمر عزب. ده خماسي النادي الاهلي. خماسي نادي الزمالك احمد عزب، دي ماركو، احمد اسماعيل، وهنشوف مين خالد عبد الناصر، وهنشوف مين خمسه. دي ماركو يبدا الهجمه في حيازه تبادليه لصالح نادي الزمالك، وهاب ياسر متواجد. دي ماركو، دي ماركو بالسكرين مع احمد اسماعيل، بيك اند رول للسلم احمد اسماعيل، قطع له خالد عبد الناصر لوحده خالص اللي بينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الرابع. خالد عبد الناصر عشان ياتي بقى بالتعادل 61-61. يبدا الهجمه براندو، ياخد السكرين من عمرو الجندي. براندو السكيب باس عند مروان سرحان، مروان سرحان اون 3، مروان سرحان ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الرابع، وبالثلاثيه روعه الروعه من مروان سرحان. خالد عبد الناصر بالهاند اوف على طول مع احمد عزم، وسع الفرق مروان بثلاث نقاط. يسلم على طول خالد عبد الناصر، يطلع السكيب باس لكن مروان حاضر في الستيل، مروان في الاول زاويه، مروان بالشمال، ومروان يسجل، مروان ينجح في تسجيل نقطتين، يعلي الفرق الى خمس نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. يضغط مروان على دي ماركو. كلمه سر لنادي الزمالك دي ماركو، لكن هنا خطا شخصي وفاول على عمر عزم. نقطة سجلهم دي ماركو مقابل 13 نقطة لبراندون شيلدرس. أما عمر عزب نجح في تسجيل 8 نقاط حتى هذه اللحظة. كوتش هنريك رودل المدير الفني للمنتخب المصري. وادي دي ماركو على الدرايف واحد على واحد ما ينجحش في التسجيل. عمرو الجندي في الديفنسيف ريباوند يسلم لبراندون. براندون يبدأ الهجمة. براندون 66-61 لصالح الأهلي والأهلاوية. 5 نقاط هو الفارق. براندون يهوش يسلم على طول لعمر طارق. بالهاند اوف مع براندون مره ثانيه. براندون بص على عمر طارق، سلم لعمر طارق، لف وارتكز بالهوك لكن عمل له بلوك، لكن هنا في ايه؟ في هنا مخالفه المشي بالكره على عمر طارق، والاوت سايد والحيازه لصالح نادي الزمالك. هنا كابتن ياسر وكابتن اسلام اجتمعوا وقالوا ان الكره جامبول والحيازه للنادي الاهلي. هنا كابتن ياسر بيشرح لكابتن وائل بدر ليه الكره اتحسبت جامبول. جامبول وفاضل ثانيتين وتسع اجزاء من الثانيه على زمن الهجمه. ثانيتين وتسع اجزاء من الثانيه على زمن الهجمه. عمر عزب هيطلع الاول يسلم لبراندون. براندون 3 بوينت لبراندون لكن ما بينجحش في التسجيل. خالد عبد الناصر هنا ديفنسيف ريباوند يسلم لعزب. عزب لسه عزب السكيب باس عند مهاب ياسر. مهاب ياسر على الثلاثه بونت يشوط ينجح في تسجيل 3 نقاط. ده الفرق الى فرق نقطتين مره ثانيه. 64-66 براندون يبدا الهجمه. براندون عدى براندون. لسه براندون مع الكرة. ميديام براندون شوت. براندون نجح. براندون في تسجيل نقطتين 68-64 يعلي الفرق الى 4 نقاط مرة ثانية. 7 دقائق 35 سنة متوقعة على نهاية احداث الكوارتر الرابع والمباراة. دي ماركو عدى قطع له كده في الباك دور. خالد عبد الناصر قطع له مرة ثانية. عزب لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق عمرو الجندي يسلم لبراندون. براندون لسه براندو مع الكرة. براندو بسكيب باص هنا براندو لكن هنا مروان سرحان بيقول له اهدى ونفذ السيت بلاي. مروان براندو
عدى من سكرين مع عمر طارق. راندي اتعمل عليه دبل تيم يقلب الملعب على طول. حلو قوي. لا عمرو الجندي السكيب باص عند مروان سرحان. مروان في الدرايف يطلع الكيك اوت عند الجندي. الجندي على الثلاثه بونت ما ينجحش في التسجيل. يلم عمر عزب ويسلم لدي ماركو. دي ماركو يبدا الهجمه. اربع نقاط فارق للاهلي والاهلاويه على الناحيه الثانيه لمهاب ياسر في غفله دفاعيه من الاهلي. الويك سايد هنا لازم يبقى الراجل ده قدامه. خرج عمر طارق وإيهاب وبراندون نزل مكانهم كيجو وإيهاب أمين. تغيير جري كوتش أوجوستي ده الفرق مرة تانية إلى فرق نقطتين. ست دقائق الكرة أهي. هنا لازم براندون كان ينزل هنا. براندون كان لازم ينزل هنا. لو خدتوا بالكم في الإعادة هتلاقي إن عمر طارق بيقول له انزل اسقط معانا في الديفنس. نبدأ الهجمة مرة تانية عن طريق إيهاب أمين. إيهاب يسلم لكيجو. كيجو يسلم لعمرو الجندي. ست ثواني على زمن الهجمه. الجندي الجندي في الاختراقات. الجندي في الفلوتر. الجندي في الوصول لكن ما ينجحش في التسجيل. دي ماركو على طول يلم من اعلى نقطه ويبدا الهجمه. دي ماركو رايح له على طول عمر عزب. دي ماركو عدى من البيز لاين. دي ماركو لوحده خالص راح دي ماركو لكن هنا عمل معاه فاول. مروان سرحان بتو شوتس لصالح دي ماركو. كوتش اوجوستي هيجي ينزل يستعين بيه محمد ابو النصر عشان يتولى رقابه دي ماركو. واحده من الاسئله اللي ممكن نسالها واحنا قاعدين بنتفرج هل ممكن يعود ابو النصر لمراقبه دي ماركو. ريس اول ورامي حره اولى لدي ماركو ينجح في تسجيلها. ده الفارق الى نقطه وحيده 68 67. دي ماركو ريشو تاني ورمي حره تانيه ياتي بيها بالتعادل. ولا ممكن كوتش اوجوستي يستعين بإيهاب امين هو اللي يتولى رقابه دي ماركو. ده اللي هنشوفه دلوقتي. لكن انا شايف ابو النصر اهو على التغيير زي ما قلت لحضراتكم هل هيستعين بيه لمراقبه دي ماركو. ده اللي هنشوفه دلوقتي. إيهاب امين يبدا الهجمه. من تمنى نادي الزمالك. إيهاب عدى مع معاذ ايمن. عدى من معاذ. لسه إيهاب لسه إيهاب لسه إيهاب اوبن شوت 3 بوينت إيهاب امين لكنه صغيره ما ينجحش في التسجيل. يلمها مره ثانيه لكن تقع من ايده كده وتصل الى خالد عبد الناصر. خالد عبد الناصر في الدرايف واحد على واحد يروح في الاول زوي ينجح في تسجيل نقطتين ويعلي بيهم الفرق نقطتين لصالح نادي الزمالك. عمرو الجندي لمروان سرحان هاند اوف على طول مع إيهاب امين. إيهاب عدى إيهاب الدرايف الكيك اوت عند عمر عزب يسيطر على الكره. عمر يقلب الملعب على طول لمروان. مروان اوبن شوت. مروان 3 بوينت ما يسجلش. يلم كيجو سكند شانس لعمرو الجندي. عمرو الجندي اوبن شوت برضه ما يسجلش لكن يلم المره دي إيهاب امين وينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول على مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك بتو شوت ورا 200 مرتين. تو شوتس ورا 200 حرتين. مروان سرحان يخرج ينزل مكانه محمد ابو النصر زي ما قلت لحضراتكم هيستعين بيه كوتش اوجوستي لمراقبه دي ماركو. تو شوتس ورا 200 حرتين لإيهاب امين. إيهاب على الفري ثرو الاول ورا الحره الاولى ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورا حره ثانيه لإيهاب امين. ينجح ايضا في التسجيل ياتي معها بالتعادل 70 70. دي ماركو عدي دي ماركو مع ابو النصر هاند اوف مع حازم مع خالد عبد الناصر سكرين ودبل تيم لخالد عبد الناصر بالهاند اوف مع مهاب ياسر. مهاب ياسر عدى مهاب 3 بوينت مهاب ينجح في تسجيل ثلاث نقاط. مهاب ياسر يوسع الفارق الى 73 70 لصالح نادي الزمالك. انتصاف احداث الكورت الرابع يتبقى 4 دقائق 50 ثانية على نهاية أحداث المباراة. إيهاب أمين. إيهاب عدى بالسكرين مع كيجو لكن هنا معاذ أيمن ارتكب معاه خطأ شخصي وفاول لصالح إيهاب أمين. عمر عزب يخرج ينزل مكانه براندون. أوتسايد
للاهلي. اعتقد هل في مراجعه اي ار اس؟ لان انا شايف انا متهيألي في مراجعه اي ار اس. قرار كابتن اسلام وحيد ايه؟ ما شفناهوش لكن هنعرف دلوقتي. اوتسايد للنادي الاهلي. 14 ثانية جديدة، براندون السلم. بالسكرين مع عمرو الجندي. عدى براندون خد وسط الملعب. طلب السكرين من كيجو. براندون لسه براندون. استغل الميس ماتش يا براندون. براندون يخش لكن المرة دي يتعمل عليه بلوك وفاضل ثانية وثمان أجزاء من الثانية. استغل الميس ماتش يا براندون. كيجو كان لوحده خالص مع معزاي. اوتسايد وتبقى دي ثانية وثمان أجزاء من الثانية. لكن تيرن اوفر تصل إلى مهاب، مهاب يسلم لديماركو، ديماركو يبدأ الهجمة. وأدي هنا يعلق لكن تيرن اوفر وباد باص على طول فاست بريك سريع لإيهاب أمين اللي بياخد فاول ويحصل على خطأ شخصي من ديماركو برميتين حرتين. أربع دقايق 24 ثانية ورميتين حرتين وتو شوتس لصالح البوب إيهاب أمين. رمية حرة أولى وفري ثرو أول للبوب ينجح في تسجيلها. فري ثرو ثانية ورمية حرة ثانية لإيهاب أمين. ده الفرق إلى نقطتين. 73-71. إيهاب والفري ثرو الثاني ده الفرق إلى نقطة واحدة. عمر طارق يعود إلى أرض الملعب بدلا من عمرو الجندي. ديماركو يبدأ الهجمة. ديماركو. لسه ديماركو ضغط عليه. بيكندرول بقى هنا هنا لازم يرجع تاني. كيجو عمل الاداء الدفاعي صح لكن هنا الديفنس او الريباوند مش موجود. وهنا تراي مره ثانيه من حازم المشد لكن في هنا قرار بفاول وخطا شخصي ورميه حره اضافيه واند وان لصالح حازم المشد. نشوفه مره ثانيه. لف وارتكز مع عمر طارق وشاط لكن هنا الخطا الشخصي على مين؟ هل على عمر طارق ولا ايهاب امين؟ واند وان لحازم المشد. حازم على الاند وان. وسع الفارق الى ثلاث نقاط وينجح في تسجيل الاند وان ويوسع الفارق الى اربع نقاط. اربع دقائق بالتمام والكمال اعزائي المشاهدين على نهايه احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ايهاب امين. ايهاب بالسكرين عدى. ايهاب سلم لكيجو. كيجو في الوان ان وان يطلع على طول لابو النصر. ابو النصر في الدرايف واحد على واحد يطلع الكيك اوت لايهاب امين. ايهاب امين من بعيد على الثلاثه بونت لكن ما يسجلش. يلم على طول معاذ ايمن ويسلم لديماركو. ديماركو يبدا الهجمه. بص بقول لهم لو جت باسكت اطلبوا ادوني تايم. عدى ديماركو سلم لمهاب ياسر. مهاب ياسر على اوبن شوت في 3 بوينت ما يسجلش. يلم على طول كيجو. كيجو يسلم لبراندو. براندو لسه براندو مع الكوره يلعب سيت بلاي طلب السكرين. عدى براندو لسه براندو. براندو 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 لكيجو. كيجو على الاوبن شوت. كيجو 3 بوينت. كيجو روعه الروعه. مصطفى كيجو ينجح في تسجيل ثلاث نقاط. ده الفرق الى نقطه وحيده 75-76 لصالح نادي الزمالك. الكيك اوت اهي وكيجو مستني ومركز يطلق السهام يطلق الثلاثيات يسجل الثلاث نقاط. ضغط اهلاوي. مهاب ياسر في الباس لاين. خالد عبد الناصر يهوش حد يقابله لكن هنا بلوك ولا اروع من براندون. على طول تصل الكره الى ايهاب امين في الاول زاويه. ايهاب اهدى ايهاب اهدى ايهاب. يتخطف منه الكره وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. لكن براندون عمل بلوك ما فيش اروع من كده. وتايم اوت. كابتن خالد بيسال الترابيزه هل تايم اوت؟ تايم اوت. يطلبه كوتش اوجوستي. لكن هنا براندون بلوك يعني تقدر بلوك اوف ذا جيم. ده البلوك ده من هجمه كنا بونت هيتوصل لثلاثة بونت منع الاثنين بونت وراحت الكوره للنادي. تايم اوت يطلبوا كوتش اوجوستي ونقول لحضراتكم بعض الاحصائيات في احداث
الفترة قرب. حتى هذه اللحظات إيهاب أمين متفوق كتوب سكورر برصيد 18 نقطة مقابل خالد عبد الناصر برصيد 17 نقطة. في التوتال ريباوند أحمد إسماعيل لاعب نادي الزمالك 8 مقابل إيهاب أمين 7 في التوتال ريباوند. أما الأسيست براندون عمل 7 أسيست أو تمرير حاسمة مقابل 5 لدي ماركو. خماسي النادي الأهلي اللي متواجد في أرض الملعب إيهاب أمين 18 نقطة، دي ماركو 15 نقطة، كيجو 3 نقاط اللي سجلهم بالثلاثية، وعمر طارق 15 نقطة. ده الفرق إلى نقطة وحيدة وأوتسايد لصالح النادي الأهلي. وكم ثانية على 24 ثانية هنعرف دلوقتي. سايد اهلاوي براندون هيطلع يسلم على طول، لكن تيرن اوفر يعمل ستيل على طول. دي ماركو في الاول زاويه يقلب الملعب لمعاذ ايمن، معاذ على اوبن شوت في 3 بوينت لكن ما يسجلش الريباوند. فين يا شباب بلوك ولا اروع، وهنا على طول يلم الديفنسيف ريباوند والفص بريك بسرعه لكيجو، يطلع كيك اوت لابو النصر. ابو النصر يسلم لبراندون اللي بيهدى بملعبه ويبدا السيت بلاي زي ما كوتش بص عايز. عدى براندون بالسكرين لسه براندون، لسه براندون، براندون 3 بوينت براندون. براندون شيلدريس، ريجنال شيلدريس براندون ينجح في تسجيل واضافة 3 نقاط هي الاروع في المباراة. 3 نقاط من براندون شيلدريس، 21 نقطة براندون ينجح في تسجيلهم في احداث المباراة. تايم اوت على طول يطلبوا كوتش وائل بدر، وسع الفرق براندون 78-76. نيجي اللعبة والحكاية من أولها. براندون يعمل الستيب باك يقف بالثقة النجوم 3 بوينت لبراندون، روعة الروعة لبراندون. هذه الستيب باك مرة تانية بتوين وستيب باك واطلع يا راجل، سجل يا راجل، اعمل التقدم للأهل يا راجل. 3 نقاط لبراندون ريجنالد شيلدريس الأمريكي. تايم اوت لكوتش اوجوز اللي كوتش وائل. تعال نسمع التعليمات من كوتش اوجوز. على 3 بوينت 32 محاولة النادي الاهلي، نجح في تسجيل 8 بنسبه مئويه 25%، اما نادي الزمالك 22 محاوله على 3 بوينت نجح في تسجيل 7 بنسبه 31%. في الفري ثرو او الفاول شوتنج 27 محاوله للاهلي، نجح في تسجيل 22 محاوله بنسبه 81%، اما نادي الزمالك 19 محاوله نجح في تسجيل 11 بنسبه 57%. بلوك الاهلي عامل 4 مقابل 2، تيرن اوفر 11 ل 11، والفيل جول الاهلي 40% اما نادي الزمالك 41%. نادي الاهلي 59 محاوله سجل 24 على الفيل جول، وده شامل داخل القوس وخارج القوس سواء كان لياب او 3 بونت او ميديم شوت. نادي الزمالك 70 محاوله نجح في تسجيل 29 محاوله بنسبه 41%. يضغط النادي الاهلي من اول ملعب، مهاب ياسر يسلم على طول لحازم المشهد، حازم يعدي بالملعب يقابله على طول عمر طارق، حازم يبحث عند ماركو يستلم الهاند اوف لماركو يروح على الباك لياب وينجح في ياخد انه ياخد خطا شخصي وباسكت ينجح تسجيله، واند وان لصالح دي ماركو. شوفه مره ثانيه استغل سرعته راح على طول باك لياب. مين بقى هنا اللي قابل ثاني؟ كان كيجو لازم يتقدم شويه ويقفل البيز لاين، لكن تعادل الفرقتين 78-78 دقيقتين وثلاث ثواني واند وان لدي ماركو. ما بيسجلش على طول يلم ديفنسيف ريباوند عن طريق كيجو، كيجو يعدي بالملعب ويسلم لإيهاب أمين. تعادل الفرقتين
اقل من دقيقتين اعزائي المشاهدين على نهايه احداث المباراه والكورتر اول. ايهاب امين في الاول زاوية، ايهاب يسلم لكن هنا ينجح انه ياخذ خطا شخصي وفاول على عمر هشام لاعب نادي الزمالك. دو شوت صوره 200 حرتين للبوب ايهاب امين. دقيقه 52 ثانيه عدى من دماركو هنا على طول مقابله عمر هشام بفاول وخطا شخصي. اي ار اس كابتن اسلام وحيد بيراجع الاي ار اس طبقا لاشاره كابتن وائل بدر للتشالنج. شوف قرار ايه سايد وفاول لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي دقيقه 52 ثانيه متوقعه على نهايه المباراه 14 ثانيه على زمن الهجمه. استلم على طول ايهاب امين يبدا الهجمه. ايهاب 10 ثواني ايهاب بالباك بيفوت يسيطر القرعه وياخد على طول براندون. براندون لسكيب باس لكن تخبط كده في البورد وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. براندون لما اتعمل عليه التراب كان المفروض يعني ما فيش مجال للباصه او فيها نسبه مخاطره، كان يخبط الكره كده في قدم احد اللاعبين تطلع اوتسايد وتبدا الهجمه من اول وجديد. ابو النصر على طول يتولى رقابه ديماركو. ديماركو يسلم لعمر هشام. عمر هشام عدى بالسكرين مع حازم المشد، لسه عمر هشام معاه الكوره مسيطر عليها لخالد عبد الناصر بالهاند اوف مع ديماركو. ديماركو لسه ديماركو. ديماركو 3 بوينت ديماركو لكن ما ينجحش في التسجيل، يلم على طول كيجو ويسلم لكن هنا في خطا شخصي على حازم المشد تجاه مصطفى كيجو. خطا شخصي وفاول لصالح مصطفى كيجو. مصطفى كيجو ثلاث نقاط نجح في تسجيلهم، أربعة أرباون نجح في الحصول عليهم، أسيست وحيد نجح فيه. كيجو على الفري ثرو الأول ينجح في التسجيل. كيجو على الفري ثرو الثاني ورمى الحرة الثانية دقيقة 16 ثانية، تقدم النادي الأهلي بفارق النقطة 79-78. رمية حرة أخيرة لمصطفى كيجو. لكن هنا في صافرة. كيجو على الفري ثرو الثاني ورمى الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل، وسع الفرق الى فرق نقطتين لصالح النادي الاهلي 80-78. ديماركو ديماركو عدى سلم على طول عمر هشام بسكرين لكن معاه ايهاب امين. لسه عمر هشام جاله سكرين حازم المشد. عمر هشام في الدرايف واحد على واحد وادي البلوك لكن هنا على طول يلم ديفنسيف ريباوند عن طريق ايهاب امين والفاص بريك سريع وراح على طول كيجو اللي بينجح انه ياخد خطا شخصي وتو شوتس لكن هنا سلامات لكيجو اللي يعني وقع كده. ايه ده يا ايهاب؟ ايه ده يا ايهاب؟ خلاص مفيش حاجه. خطا شخصي على حازم المشد وتو شوتس لكيجو. نشوفها مره ثانيه الفاست بريك اهو سريعا. راح كيجو في الباك لاب وادي حازم المشد وادي الخطا الشخصي والفاول خبط على طول كيجو ووقع. ادي هنا عمر طارق عمل بلوك لما ايهاب امين من وراه على طول في الديفنسيف ريباوند وطلع الفاست بريك. تو شوتس ورميتين حرتين لكيجو. كيجو كابتن اسلام وحيد بيبلغ كوتش اوجوست بيقول له هيتم تغيير كيجو. هل هينزل عمرو الجندي ولا احمد مهيب؟ في اي ار اس مراجعه ما بين كابتن ياسر وكابتن خالد.
إيهاب أمين وحديثه مع فريقه وشوال بدر ياخد جاي يعني ايه بيستغلوا الفتره دي ان هم ايه يعني ياخد تايم. ادي بعض الاعداد كده 3 بوينت لعمر عزب من على الارك 45، ادي 3 بوينت تاني لمروان سرحان. شوف الاي ار اس هيبقى ايه، زوجة كابتن سيف سمير. شوف الاي ار اس 58 ثانية وسبع اجزاء من الثانية متبقية على نهاية احداث المباراة. قرار الاي ار اس، بعد الاي ار اس تو شوتس لصالح كيجو، نزل مكان عمر عزب اللي هيشوط مكانه. كيجو للي ما كانش بتابع خرج للإصابة، وعمر عزب على الرمية الحرة الأولى والفري ثرو الأول. شوف في حاجة تانية، واضح ان ايهاب امين بيطلب حاجة من كابتن اسلام وكابتن ياسر وبلغوا بيها كوتش اوجوسي. كابتن اسلام قال لهم وسعوا، هنشوف دلوقتي في ايه، انا مش سامع حاجة. استدعى كابتن اسلام كابتن ياسر، هنشوف في ايه. اعتقد هيشوفوا اي ار اس، لسه بنشوف اهو المداولات متواجده. نروح كابتن ياسر لكابتن محمد جلال مراقب المباراه. تو شوتس خلاص لصالح كيجو اللي هينزل هيشوط مكانه عمر عزب. تو شوتس لصالح عمر عزب. عمر عزب على الفري ثرو الاول الرمية الحرة الأولى. عمر ينجح في التسجيل، عمر وصل الفرق إلى ثلاث نقاط، 58 سنة متوقعة لنهاية المباراة. عمر عزب والرمية الحرة الثانية. لسه عمر. عمر فري ثرو أخير ورمية حرة أخيرة. عمر عزب ينجح ايضا في التسجيل، يزود الفرق الى اربع نقاط. كيجو بيستعد للنزول مره ثانيه. دي ماركو يسلم على طول السكيب باس، اكسترا باس عند احمد عزب. عزب او عمر هشام لخالد عبد الناصر تحت الباسكت، لكن يحصل على خطا شخصي وفاول خالد عبد الناصر برميتين حرتين. تو شوتس ورميتين حرتين. خرج عمر عزب نزل مكانه كيجو. اعتقد في اصابه لخالد عبد الناصر، سلامات يا خالد. سلامات لخالد عبد الناصر لاعب نادي الزمالك. تو شوتس لخالد عبد الناصر، هل هيتم تغييره ولا هيفضل زي ما هو؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. كوتش اوجوستي هيتم تغيير خالد عبد الناصر. كابتن اسلام بيقول لهم اقعدوا،
اللاعبين متواضعين على طاولة التحكيم. هنا الفاول اللعبة الأخيرة خالد عبد الناصر. خلاص خرج خالد عبد الناصر. تعليمات خاصة من كوتش أوجوستي لكيجو. واللي هنشوف مكانه أحمد، هلا هو أحمد ياسر ده اللي هنشوفه. أحمد ياسر. 43 ثانية تقدم النادي الأهلي بنتيجة 82-78، 4 نقاط هو الفارق لصالح الأهلي والأهلاوية. أحمد ياسر عبد الوهاب على الفري ثرو الأول والرمية الحرة الأولى. ينجح في التسجيل ده الفرق الى 3 نقاط. احمد اسماعيل عاد الى ارض الملعب لاعب نادي الزمالك مره ثانيه. ريشو ثانيه ورميه حره ثانيه لاحمد ياسر ينجح في التسجيل ده الفرق الى 2 نقطة. هيضغط نادي الزمالك، استلم على طول ابو النصر. عدى ابو النصر يبحث عن براندون، سلم على طول لايهاب امين. ايهاب هو اللي هيقوم بمركز واحد او صانع اللعب، يسلم لبراندون بالهاند اوف. براندون السكرين، عدى براندون 3 بوينت براندون لكن قصيره تصل في الاخير الى دي ماركو. ثواني اخيره 82-80 لسه دي ماركو مع ايهاب امين. دي ماركو من غير فاول ايهاب عدى دي ماركو، منع من عنده الشوطه، شوط بالستيب باك، شوط لكن اير بول واوت سايد. هنشوف الكره مين اوت سايد لصالح النادي الاهلي، اوت سايد لصالح النادي الاهلي، وتايم اوت يطلبه كوتش اوجوستي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي وتايم اوت يطلبه كوتش اوجوستي. 82-80 متبقي ثانيتين، يعني لو زمايلنا كده ياكدوا لنا الساعه يبقى شكرا جدا. تايم اوت لكوتش اوجوستي بعد هجمه انهاها دي ماركو بإير بول. 82 لصالح نادي الاهلي مقابل 80 لصالح نادي الزمالك. تعليمات كوتش اوجوستي الاخيره. طلب الكوتش اوجوستي تايم اوت وهيلعب من منتصف ملعب نادي الزمالك. هنعرف متبقي قد ايه دلوقتي. 3 ثواني و4 اجزاء من الثانيه متبقيه والاهلي في حيازات الكره، ويعود عمرو الجندي الى الملعب مره ثانيه بدلا من كيجا. عمرو الجندي هيطلع الاول، استلم على طول ايهاب امين، وقف ايهاب لكن ارتكب معاه علي عمر خطا شخصي وفاول برميتين حرتين. تو شوتس ورميتين حرتين للبوب ايهاب امين. لجا كابتن وائل بدري الى الفاول جيم بالظبط اللي فات من اللعبه دي ثانيه واحده، تبقي ثانيتين ونصف. دي ماركو يعود الى ارض الملعب. نشوف مكان مين، مكان خالد عبد الناصر واحمد عزب. ده مكان معاذ ايمن واحمد معاذ ايمن واحمد عزب. وخرج خالد عبد الناصر ونزل احمد ياسر اللي قدام حضرتك. في شوط رميتين حرتين لصالح ايهاب امين. ثانيتين ونص على نهايه احداث الفتره الرابعه والمباراه. ايهاب على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى. ايهاب امين لا يسجل. طب لك يا ايهاب. ريشو تاني ورمية حرة تانية لإيهاب أمين. كابتن وائل بدر بيقول لو جت تايم أوت. إيهاب أمين ريشو تاني ورمية حرة تانية.
ينجح في التسجيل ثلاث نقاط زي ما قلت لحضراتكم. كابتن وائل بدر طلب تايم اوت، قال لهم تايم اوت لو جت. ثلاثة 83-80 لصالح النادي الاهلي، متبقي ثانيتين ونصف على نهايه المباراه. اصاب متوتره، ثلاث نقاط هو الفارق. تعليمات كوتش اوجوستي، كابتن وائل بدر هيطلب الكره من الحد او من منتصف ملعب النادي الاهلي، لكن هيبقى يتم الشكل عامل ازاي. واحده من الحلول اللي هيلجا ليها هو دي ماركو على 3 بوينت، وايضا معاه لو نزل مهاب ياسر او احمد ياسر عبد الوهاب، دول الثلاث حلول اللي هيلجا ليهم كوتش وائل بدر في 3 بوينت. في المقابل كوتش اوجوستي بالنسبه بيشرح للاعيب النادي الاهلي كيفيه ايقاف الحلول بدون فاول. ايهاب امين بيقول لهم لازم نتكلم في الديفنس عشان نبلغ بعض كويس. سنتين وخمس اجزاء من السنه متبقيه على نهايه المباراه. التايم اوت انتهى، اللي طلبه كوتش وائل بدر هيلعب الاوت من منتصف ملعب النادي الاهلي. براندون وعمر طارق، ايهاب امين، كيجو وابو النصر. تعليمات اخيره من كوتش اوجوستي. انتهى التايم اوت، عوده الى المباراه. اخر سنتين وخمس اجزاء من الثانيه، منتصف ملعب النادي الاهلي سيلقي نادي الزمالك الاوت. احمد عزب، خالد عبد الناصر، دي ماركو، عمر هشام. كابتن اسلام وحيد عن ترابيزه الحكام، نشوف هل في حاجة ولا هنلعب ونكمل السنتين المتبقيتين. عمر هشام هيطلع الاول. احمد اسماعيل وخالد عبد الناصر ودي ماركو واحمد عزب. على الكرة لاحمد اسماعيل، يسلم على طول لعزب، عزب يشوط على الثلاثة بونت، وخلاص تأتي معها صفرة انتهاء احداث المباراة بفوز النادي الاهلي بنتيجة 83-80. مليون مبروك للنادي الاهلي والاهلاوية الصعود الى فاينل الدوري للملاقات الفائز من الاتحاد وسبورتنج. الف مليون مبروك للنادي الاهلي فوزه على نادي الزمالك بنتيجه 3-0 في السيريس والبيست اوف 5. ثلاث مباريات فوز مقابل لا شيء لنادي الزمالك. الف مليون مبروك للنادي الاهلي. لكن هنا في حوار مع الحكام، هنشوف في حاجه ولا لا. وادي هنا عيسى ليونز المتواجد مع معسكر الفريق للتدريب. كده النادي الاهلي ضمن الصعود الى فاينل الدوري، ينتظر الفائز من الاتحاد وسبورتنج. مليون مبروك للنادي الاهلي، حظ اوفر لنادي الزمالك. اعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم باذن الله في مباراه قادمه. كنت معكم معلقكم ومحدثكم الرياضي احمد مناع، والان سنذهب الى الاستوديو التحليلي بقياده كابتن هيثم وضيوفه الكرام الكابتن محمد طاهر رجب والكابتن محمد السلعوي. الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، مليون مبروك، حظ اوفر لنادي الزمالك، وإليك الميكروفون. Come on!
مبروك التأهل للنهائي، مبروك الفوز بنتيجة 3-0 في سلسلة المواجهات. النادي الأهلي أخذ 3 مباريات من 3 مع نادي الزمالك ليؤكد الحقيقة ريادة النادي الأهلي هذا الموسم، خاصة في لقاءات الزمالك. السنة دي النادي الأهلي في كل لقاءاته مع نادي الزمالك لم يهزم أو لم يخسر إلا مباراة وحيدة، ولكن فاز في كل المباريات. نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمرة لمباراة اليوم الأهلي والزمالك، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 83-80، ولكن بعد الفاصل. الأم دايما هي يعني جيشك وكل شيء تملكه وكل حاجة وفي ظهرك، دعم الأم الحقيقة يعني هو كل شيء. دي صورة طبعا شفناها قبل ما ارجع لحضراتكم، إيهاب أمين مع والدته دايما هي وراه في كل المباريات. أنا كان ليا الشرف في مرة أو في مباراة من المباريات إن أنا قعدت جنبها في المقصورة، ما كنتش أعرف إن هي مامة إيهاب أمين، ولقيتها بتنفعل مع المباريات فقلت لها حضرتك مين؟ قالت لي أنا مامة إيهاب أمين. فالحقيقة يعني الأم هي دائما يعني زي ما بيقولوا دعوتها تخليك تفوت في الحديد. خلينا نرجع لأرض الملعب تاني ولقاء مع نجم، أنا في وجهة نظري نجم هذه السلسلة، واحد من أسباب الفوز، مصطفى كيجو. اتفضلي يا سلام. مجيد طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك يا كابتن هيثم، طبعا ببارك لحضرتك وببارك لكل جماهير النادي الاهلي التاهل بشكل رسمي طبعا للدور النهائي من طبعا بطوله الدوري السوبر لكره السله للرجال. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، معي واحد من نجوم مش بس مباراه اليوم، كل او جميع المباريات في سلسله ذا بيست اوف 5، 3 المباريات طبعا مصطفى كيجو. مصطفى طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك. عايز ابارك لك النهارده طبعا على فوز، النهارده فوز صعب، ماتش صعب، وانت من النجوم ما شاء الله مباراه اليوم والمباراه اللي فاتت واللي قبليها كمان يا كيجو. الله يبارك فيك. طبعا كان ماتش صعب، انا شايفه اصعب ماتش في السيريس. هم كانوا جاهزين اكتر مننا، محضرين اكتر مننا. دايما الفريق اللي كسبان 2-0 بيبقى عنده الحافز قليل شويه، هما كان عندهم الحافز اكتر مننا بكتير، بس الحمد لله يعني قدرنا نمسك في بعض لحد الجيم ونسمع كلام الكوتش لحد ما ربنا كرمنا في الاخر الحمد لله. لا يمكن مباراه ثلاث مباريات ورا بعض يا كيجو، ومفيش راحه ما بين المباريات. انا عارفه مباراه كمان بتلاعب فريق نادي الزمالك، فريق صعب. يمكن قول لي ايه ابرز التعليمات دايما بيتكلم فيها مستر اجاستي معاكم قبل كل مباراه وخاصه مباراه اليوم؟ الكوتش كان متوقع طبعا في الاجتماع بتاع النهارده اللي هم يبقوا جاهزين اكتر مننا، اخر فرصه ليهم، ما عندهمش حاجه يخسروها، اخر ماتش ليهم في السيزون، هيموتوا نفسهم، هيضربوا، يلعبوا اجريسيف، هيبقوا اكتر شخص عندنا في الماتش. هو ده اللي حصل. هم الكورت الاول والثاني والثالث هم كانوا يريدوا علينا، بيلعبوا اكتر مننا، عندهم قوه في الماتش اكتر مننا، بس الحمد لله قدرنا يعني نبقى هاديين ونمسك في بعض لحد اخر الماتش، لحد الحمد لله لاخر دقيقتين ثلاثه في الماتش ربنا كرمنا الحمد لله. لسه اسالك يا كيجو، يمكن طبعا في اول كوارتر شفنا كان في فرق 10 نقط، بعد كده هم رجعوا تاني للماتش وبعد كده احنا تقدمنا، فقولي طبعا يمكن في الفتره دي مستر جوستي قال لكم يتكلم معاكم في ايه بالاخص ما بين الشوطين؟ بصراحه الميزه دي مش من الكوتش خالص، هي من الفرقه. يعني دايما الفرقه كلها، انا مساتي لما جيت لهم السنه دي هم مع بعض وكله يعني اللعيبه كلها تحاول تلم بعضها بره عن الكوتش خالص. يعني هو قعدنا بين الشوطين مع بعض وقلنا يا جماعه لا الموضوع يعني هيبقى فيه هتبقى خساره وحشه لينا بعد 2-0، فنلم بعضنا وكل واحد يخاف على الثاني ونبقى ورا بعض لحد ما ربنا يكرمنا ان شاء الله، وده اللي حصل الحمد لله. الكوارتر الرابع يا كيجو 3 بوينت في الاخر، يمكن احنا كنا كلنا قاعدين بنتكلم ان 3 بوينت دي هي دي اللي هتبقى نقطه تحول للماتش، 3 بوينت بتاعتك. والله الحمد لله، يعني انا حاولت واتمرنت وربنا كرمنا يعني الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
يعني بشكر ربنا دي اهم حاجه. كيجو جدا وبالتوفيق ان شاء الله، وطبعا ببارك لك بالتاكيد التاهل للفاينل من بطوله الدوري. ميرسي يا كيجو، شكرا. ندعو عليك الجماهير. شكرا. طبعا يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شايف اللقاء طبعا مع واحده من نجوم سلسله ذا بيست اوف 5 زي ما حضرتك قلت، ومن نجوم مباراه اليوم مصطفى كيجو، والان العوده مره للاستوديو. طبعا الكلام ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام، بشكرك شكرا جزيلا، وارجع لضيوفي اللي برحب بيهم للمره الثالثه. كابتن طاهر اهلا وسهلا بحضرتك المره الثالثه. كابتن سلاوي اهلا بحضرتك المره الثالثه. كابتن طاهر مبروك الفوز النهارده، وتاكيد الرياضه اكيد طبعا مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك، ولكن النهارده فوزك 3-0 كان مهم جدا عشان تريح قبل البال. بلا شك احنا زي ما اتفقنا وقلنا ان لازم في الثالث والرابع نعمل ديفنس، وقد كان ديفنس هو اللي كسبنا الماتش ده. ديفنس مختلف تماما عن الكوارت الاولاني والثاني، وانا بحييهم على المجهود العظيم رغم كثره المباريات وضغط المباريات، ففعلا عملوا جيم كويس ومعظمهم نجوم. يعني في كمان جنود مجهولين النهارده زي عمر عزب وزي ابو النصر، الناس دي بصرف النظر بقى طبعا عن النجوم الاساسيين اللي زي ايهاب امين وبراندون برضك، يعني جاب 3 بونت في وقت قاتل، وكذلك مصطفى كيجو جاب 3 بونت فعلا في وقت برضك قاتل، خلانا قدرنا نعدي الماتش دي في الدقايق الاخيره. نعم، اشكرك كابتن طاهر، وخلينا اوضح للساده المشاهدين ان في الكوارتر الثالث والرابع النادي الاهلي سجل 45 نقطه، وده مستوى تهديفي عالي عن الطبيعي، وده اللي عمل لك الكامباك ان انت قدرت ترجع بعد 11 بونت متاخر. في الوقت النادي الزمالك سجل 31 نقطه في الكوارترين، يعني كده ان انت عملت جود ديفنس، هم حطوا 15 نقطه ونص، ودي ثلاثيه كيجو الحقيقه اللي ادتنا النهارده الافضليه بشكل كبير، والحقيقه هو تقريبا ما شاطش غيرها في المباراه. فالنهارده كيجو انا لما قلت ان هو نجم السلسله انا قايل كده، لانه في المباراه الاولى والثانيه كان نجم الريباوند، النهارده في الثالث والرابع كان نجم بثلاثه بونت كمان اللي جابها، وادى الافضليه لفرقته. كابتن سلاوي اجي لحضرتك، مبروك طبعا النهارده التاهل، وراي حضرتك عن المباراه يا كابتن. لا مبروك للنادي الاهلي الوصول للنهائيات، ومباراه الشوط الثالث والرابع عنوانها الدفاع، الدفاع هو اللي ادانا الفوز. يعني هو ما كانش سهل، بس يعني انا اقول ان الزمالك النهارده قدم مباراه جيده جدا، ولكن النادي الاهلي كان لديه تصميم على الفوز وانهاء المهمه حتى يستطيع اللعيبه ان ياخذوا راحه قبل البال ويستعدوا للبال. ولكن النهارده في نقطه برضو هامه جدا، وانت انا شايفك بتقرا الاحصائيات فهتلاحظها من الاحصائيات، وهي الفاول شوتنج. احنا تركيزنا في التركيز بان في الفاول شوتنج، اعتقد نسبتنا عاليه جدا في الفاول شوتنج في 81، مش عاليه قوي يعني، كويسه 81. بس في احسن من كده. احسن من في ثرو احنا شايطين 33 جايبين 27، لا بصراحه كويس مش وحش. من احسن الماتشات، وده اللي اداك الافضليه برضه. ايوه ده اداك افضليه طبعا، زائد الاستحواذ على الريباوند، وبدات النادي الاهلي يشتغل دفاعيا جماعي وهجوميا جماعي. نعم، وبدا في هناك نوع من الحرص، وخاصه بعد ما في القنبيا كان في حرص من اللعيبه على نقلل التيرن اوفر، على تقليل التيرن اوفر. طيب خليني اقول بعض الارقام يعني اللي ممكن تفيد حضراتكم. هداف الفريق النهارده هو ايهاب امين برصيد 19 نقطه، نجم. يعني ايهاب امين في كل مباراته نجم الحقيقه، يعني ايهاب امين ما تقدرش تقول غير ان هو النجم، او انا يعني تعريفي للسوبر ستار او النجم او الميجا ستار، هو اللي بيحافظ على مستواه ثابت عالي طوال الوقت، يعني دايما عالي وثابت، مش بيعمل مستوى عالي وينزل، لا. ايهاب امين هو ميجا ستار الصراحه، ربنا يحفظه ويحميه. تاني الهدافين براندون، تالت الهدافين عمر طارق، النهارده عمل مباراه كويسه. عمر عزب النهارده عمل مباراه جيده جدا، ويمكن عمر عزب تغييرته فرقت كتير جدا في وقت، ولما نزل حط رميتين ايوه في وقت بعد يعني نزل مكان كيجو. فعمر عزب النهارده مسجل 12 نقطه. عندنا كل اللعيبه النهارده لعبت، برضو نعم لما نزل قد كل اللعيبه لعبت النهارده في النادي الاهلي. الغريبه يا كابتن ان سيف سمير محطوط في السكور، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، لا سيف سمير خارج السكور، هو خارج السكور. النهارده كل فرقه النادي الاهلي لعبت نادي الزمالك، مش كلهم لعبوا، في لاعب واحد في نادي الزمالك ما لعبش اللي هو علي حجازي. علي حجازي لم يشارك النهارده في مباراه الزمالك.
خلينا نقول النهارده اعلى ريباوند في الفرقه يا كابتن، النهارده اعلى لاعب يعني النهارده عندنا في الريباوند، مش هتصدق مين يا كابتن؟ توقع مين كده؟ عمر ايهاب امين. الله ينور عليك يا عيني عليك يا كابتن سلام. ايهاب امين اعلى ريباوند ما شاء الله عليه ايهاب بجد، يعني ما شاء الله عليه ايهاب النهارده 9 ريباوند. وده كابتن هيثم الفرق بين الشوط الاولاني والشوط الثالث والرابع، الثالث والرابع نزلوا كلهم عشان يساعدوا في الريباوند، فبقت نسبه الريباوند عاليه وباينه جدا طبعا. بس يعني النهارده ايهاب امين يعني لاعب وقت كتير 30 دقيقه الله اكبر، هو ثبات في كل احصائياته يعني ثباته في كل احصائياته. نعم يا كابتن نعم يعني صحيح، الريباوند ده يعني جميع مباريات اللي وبعدين 30 دقيقه مش كتير يا كابتن هيثم. طيب خلينا كنا لسه بنتكلم عن يعني النهارده عمر عزب عمل مباراه جيده، خلينا نرجع لارض الملعب تاني وسالة حامد ولقاء مع احد نجوم النهارده الصراحه، وبلغيه تحياتنا يا سلا عمر عزب، اتفضل يا سلا. جيت طبعا برحب بك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وزي ما حضرتك قلت طبعا يا كابتن هيثم معايا الان واحد من نجوم مباراه اليوم، وكمان يمكن النهارده يمكن من اللعيبه كمان الاكثر تسجيلا ب 12 نقطه في مباراه اليوم، ويمكن كمان شفنا يمكن مش ما كانش معانا من بدايه الموسم عمر عزب، متواجد دلوقتي مع الفريق بيأدي اداء جيد ما شاء الله يا عمر. انا عارفه ان طبعا كنت غايب عن الفريق في بدايه الموسم يمكن حوالي 9 أو 5 شهور عفوا، دلوقتي متواجد مع الفريق وما شاء الله يا عمر يعني اداء اكثر من الرائع، بنشوفك في المباراه النهارده مش بس مباراه النهارده كمان المباراتين اللي فاتوا. طبعا الحمد لله شكر كبير من عند ربنا، يعني ربنا كرمنا في الاخر مجهود لعيبه، طبعا بشكرهم واحد واحد، مجهود اللعيبه النهارده كل الناس جت على نفسها ان احنا نبسط الجماهير نروحهم النهارده مبسوطين، الحمد لله ربنا كرمنا فوز مهم جدا الحمد لله. يمكن عايز اقول لك برضو كابتن هيثم السعيد والكابتن طاهر رجب والكابتن محمد سلاوي بيبلغوك تحياتهم، يعني طبعا بيحيوك على مباراه اليوم وعلى ادائك يا عمر. شايف طبعا المباراه النهارده زي شفنا مباراه صعبه، يمكن انا شفنا في اول كوارتر كان في فرق 10 نقاط طبعا لصالح النادي الاهلي، رجع الزمالك بعد كده رجعنا احنا، فكلمني طبعا عن صعوبه المباراه ويمكن مستر جاستي قال لكم ايه يا عمر ما بين الشوطين. طبعا هو انا عايز اقول ان الزمالك منافس جامد جدا، الفرقه السنه دي جامده، ان احنا نكسبهم 3-0 ورا بعض دي حاجه صعبه جدا مش سهله. اول ماتشين بينا ان احنا سهلين بالمجهود، تاني اخر ماتش ده عملنا مجهود زياده مضاعف، الكوتش قال لنا موتوا نفسكم احنا هنرجع النهارده مكسبين مبسوطين ان شاء الله كسبانين، اعملوا كل حاجه تقدروا تعملوها ان احنا نروح الجماهير دي مبسوطه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا انا عارفه يا عمر كمان المباراه زي ما قلت برده لكيجو قلت له يعني كان مفيش راحه ما بين كل مباراه ومباراه، يمكن يوم يوم لا، بتلعبوا مجهود كبير جدا عليكم كمان، وانتوا كمان مش بتلعبوا برده فرقه سهله زي ما انت قلت. طبعا احنا عندنا اصابات كثيره جدا السنه دي، فالروتيشن قلل، الناس طبعا ارهاق جامد جدا النهارده، اللعيبه مش قادره تمشي، بس النهارده الناس جت على نفسها والناس موتت نفسها ان هم يعني نكسب الجيم ده، وجيم مهم جدا بالنسبه لنا، ويعني نروح كل الناس اللي جت دي مبسوطين وبشكرهم ان هم جم، ودول يعني هم السبب الرئيسي للمكسب. بنشكرك يا عمر جدا طبعا على الاداء ده وعلى ان انتوا فرحتونا النهارده طبعا بتاهل النادي الاهلي للنهائي الدوري، ولسه يعني لسه الصعب جاي اكتر والماتشات الاصعب اللي جايه اكتر، وبراندن بقى طبعا يعني طبعا براندن يعني جاء يعني مش عارف اقول ايه عليه، هو الصراحه لوحده يعني لايف سيفر. يا ثانك يو شكرا يا عمر. طبعا يا كابتن هيثم معانا في هذه اللحظات طبعا واحد من نجوم ايضا مباراه اليوم براندن محترف النادي الاهلي. براندن فيرست اوف اول ليت مي ويلكم يو اونر اهلي تي في شانل اند ليت مي تيل يو كونجراتوليشنز فور تو تايمز توديز وين اند يور بيرفورمانس توداي. ثانك يو سو ماتش، ايم جست جريتفول ذات ماي تيم ميتس بيليفد ان مي. You know, like I said before, I was struggling offensively to get going since I've been here, and I think, you know, since the playoff series started, all the practices that we had, they just gave me so much confidence to continue to believe in myself, and I did that, and I went out there and just tried to put us in position to win the game as much as possible. طبعا يا كابتن هيثم في البدايه باركت له، قلت له انا هبارك لك مرتين، هبارك لك مره على الاداء النهارده وبارك لك كمان على فوز النادي الاهلي، سعيد جدا وفخور بلاعبيه النادي الاهلي، وشايف برده او قال برده زي ما قال في اللقاء اللي فات انه هو اللعيبه دايما بيدوا له ثقه في نفسه، بيدعموه جدا قبل المباراه، مبسوط جدا بالنتيجه النهارده، مبسوط كمان باداء جميع لاعبي النادي الاهلي، وشايف طبعا ان كل اتمرنوا عليه امبارح بالتاكيد وفي كل الايام النهارده نفذوه، النهارده حققوه في مباراة اليوم، وشايف كمان انه مع كل تمرين ومع كل مباراة بيزداد ثقته في نفسه اكتر واكتر. براندن يمكن قال كده طبعا في يعني مباراة اليوم. براندن also I saw that you were interacting with the Ahli fans. I saw you were very happy because of Ahli qualified of course to the final match. So tell me, I saw you were interacting with the fans, you were very happy.
I mean, you know, Cairo's is not a it's a far drive. So for Cairo, you know where we stay, it's 2 hours to get here, and all those fans came here to watch us play. So to feed off their energy and to see them here, it brought me so much joy to just interact with them, and I love it. طبعا يا كابتن هيثم برضه شفته او سالته على لما شفناه طبعا بعد المباراه مباشره كان بيتفاعل مع جماهير النادي الاهلي وكان مبسوط وسعيد جدا. يمكن قال ان الجمهور لما بيجي من القاهره لاسكندريه ساعتين طبعا المشوار هو بيتكلم على انه هو مقدر جدا ان هم بيجوا كل المشوار ده لحد اسكندريه هنا عشان يدعموهم. ويمكن قال انه طبعا فرحان جدا بان هم بيجوا عشان خاطر الفريق هنا في الاسكندريه يدعموهم، ويمكن حس طبعا بدعمهم وحس بقوتهم في الملعب وتشجيعهم ليهم، فهو طبعا مبسوط جدا كمان بالامر ده، ويعني بيشكرهم بالتاكيد جماهير النادي الاهلي كانوا متواجدين في مباراه اليوم. براندن، also let me ask you about today's match. We saw a very tough game against the Zamalek team. It's not an easy game, not easy team, Zamalek. So tell me what's the instructions that Mr. Agosti talked about in the match when we saw that Zamalek there was a difference in the points, then they came back again into the match. So tell me what Mr. Agosti said to you, and what did you talk all the teammates with each other about this match? Well, the difference between the first half and the second half was defense for us. We did a lot of complaining to the referees, and we didn't match their physicality. They came in ready to play. They did not want to be eliminated, and they showed us that the first quarter and the second quarter. So we had to come together and match their physicality, and we knew we matched their Capitano. So Cap, but we knew if we matched their physicality and be strong mentally and physically, we knew that we would give ourselves a chance to win the game. طبعا يا كابتن هيثم سالته على صعوبه المباراه بنقابل او بنواجه فريق صعب زي فريق نادي الزمالك. اتكلم طبعا ان المباراه كانت صعبه جدا، ويمكن من ابرز التعليمات مستر اجاستي اللي بيقالها لهم انه طبعا هو اتكلم على انه كان في بعض يعني الامور في التحكيم في مباراه اليوم، ولكن طبعا اتكلم انه اهم حاجه انه يركزوا على الديفنس، على الدفاع، ان هم يركزوا على الجانب الدفاعي كويس جدا، كمان الجانب الهجومي تركيزهم طبعا في المباراه هو ده السبب ان هم يرجعوا تاني المباراه. يمكن طبعا اتكلم على ان هي مباراه صعبه بالتاكيد مع نادي الزمالك، ما كانتش مباراه صعبه خالص او ما كانتش مباراه سهله بالنسبه لهم، ولكن قدروا في الاخر ان هم يفوزوا في نهايه المباراه. براندن، thank you so much for this interview, and as I told you the last interview, we expect more than this from Brandon. Yes, we expect all the Ahly fans. Absolutely, thank you so much. Thank you. You want to say anything for the Ahly fans? See you guys in June. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. طبعا يا كابتن هيثم بيقول لجماهير النادي الاهلي هنقابلكم ان شاء الله او مستنيكم ان شاء الله في شهر 6 بالتاكيد، قصده على يعني مباريات الفاينل مع نادي الاتحاد السكندري في نهائي الدوري او دوري السوبر ليج كره السله. والان العوده مره للاستوديو طبعا للكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا، بشكرك شكرا جزيلا. وده اللقاء مع براندو الحقيقه يعني هو اثبت جدارته في الثلاث مباريات، كان محتاج جمهور النادي الاهلي يشوف ثبات في المستوى، يشوف اداء زي ده. ارجع لضيوفي طبعا في الاستوديو كابتن سلعاوي، يعني ثلاث مباريات عدوا، خلينا نبص عليها بشكل عام. راضي على اداء النادي الاهلي في الثلاث مباريات؟ لا لا، الاداء اعتقد ان الاداء جيد جدا او فوق الجيد، نتيجه للاجهاد ونتيجه للعوامل اللي كانت سابقه وتغيير لعيبه. طبعا في لعيبه كانت موجوده ولعيبه دخلت كده، لكن احنا كنا محتاجين المكسب، عشان بالمكسب ده هيديك انك تروح البال وانت نفسيتك عاليه، عندك وقت، هيشتركوا معاك يدخلوا في التمارين اللي هي هتبقى موجوده في الفتره الجايه. اطمأننا على بعض اللعيبه، ايهاب امين، عمرو الجندي، طارق، عمر طارق، اللعيبه اللي هي الاساسيين او اللعيبه اللي هم معاهم الكوره يعني. لكن هو طبعا مش شرط ان احنا الماتش الاولاني كنا كسبانين كتير وبعدين بدا السكور يقل في الثاني، كل الحاجات دي عامل كل ماتش له ظروفه. وبعدين انا شايف ان دي فايده لينا، ان برضه انت بتحط تحت ضغوط ممكن تعرض فيها في هناك فانت تبقى مجرد يعني بتبقى خبرات للعيبه وخبرات للمدرب وخبرات لكن اللي عايزين نقول عليه النهارده برضو التحكيم كان كويس. يعني النهارده الثالث والرابع يا كابتن، انا في الاول والثاني التحكيم كان عنده هزه شديده جدا، بس الثالث والرابع قدروا يمسكوا الجيم ويخرجوه بهذا الشكل، فدي برضو نقطه. يعني الثالث والرابع يعني نوعا ما اداء معقول. لما بقول انا بوجهه نظري انا
ولكن حضرتك يعني انما هي في الاول والثاني، لا الاول والثاني كان الاداء كان فيه هزه كبيره جدا للحكام بصراحه. لكن مكاسب جيده استفدت منها. لازم بقى خلاص انسى الوصول ونبدا نفكر في البال، ونفكر ان احنا الجمهور بتاع النادي الاهلي او مجلس اداره ونشاط رياضي مستنين العروض القويه، او كما عود يعني كما تعودنا الناس. نعم. الجمهور بالذات تتعود على المكسب، فان شاء الله ان شاء الله يكون القادم افضل. خلينا نرجع لارض الملعب تاني يا كابتن سلعاوي وكابتن طاهر، نرجع لارض الملعب تاني ونجم الفريق طبعا عمرو الجندي، اتفضل يا سلام. من جديد طبعا برحب بك يا كابتن هيثم وضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت كان معايا في هذه اللحظات النجم فريق النادي الاهلي كابتن الكبير طبعا كابتن عمرو الجندي. كابتن عمرو طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك طبعا على المباراه وعلى تاهل النادي الاهلي للنهائي من بطوله الدوري. مباراه صعبه جدا يا كابتن عمرو، وكلمني طبعا على المباراه وعلى اداء لاعبي النادي الاهلي النهارده. اول حاجه الحمد لله مبروك لينا كلنا، وبرحب بكابتن هيثم والناس كلها في الاستوديو. ماتش كان صعب، احنا عارفين الماتش الثالث هيبقى اصعب ماتش بعد ما كسبنا الماتشين، اكيد مش هيكونوا جايين عايزين يخسروا وعايزين يبقى حتى شكلهم كويس، فاحنا كنا مستعدين كويس وبدانا بدايه كويسه، بس بعد كده يمكن حصل لنا دروب شويه في الشوط الثاني، بس الحمد لله يعني كنا مش قلقانين خالص بعد ما طلعوا علينا ولعبنا بخبرتنا، والحمد لله قدرنا نكسب يعني الماتش ونوصل في اللي احنا عايزينه ونخلص 3-0 عشان ناخد وقت اكبر راحه قبل ما نسافر البال، والحمد لله يعني ده يعني مصالحه الجمهور على الماتش اللي احنا خسرناه منهم على ارضنا، ده الرد بثلاث ماتشات الحمد لله. الحمد لله كابتن عمرو، يمكن شفنا زي ما انت قلت فعلا المباراه مش سهله خالص بالاخص بالنسبه لهم ان هم طبعا مش عايزين يخسروا، يمكن ده بان من اول كوارتر كان في فرق طبعا ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وقدروا ان هم يرجعوا تاني للجيم، وقدرنا احنا برده في نهايه او بعد يعني في الكوارتر التالت نرجع احنا كمان للجيم. لا طبعا هم فريق كبير ومعاهم لعيبه كويسه جدا ومعاهم لعيبه في المنتخب ومعاهم محترف على اعلى مستوى، كابتن وائل مدرب كبير، احنا عارفين من الاول احنا هنعاني والماتش مش هيخلص بسهوله، يعني احنا موتنا نفسنا وقدرنا احنا الميزه ان احنا ده في الشوط الثالث تقريبا هم جابوا فينا 11 بونت بس، دي ان احنا دافعنا كويس قوي في الشوط الثالث، هو دي كانت الميزه ان احنا ندافع ونفضل ندافع وربنا هيكرم يعني في الهجوم عندنا حلول كتير، فوصلنا ان احنا نكسب يعني الحمد لله. الحمد لله يا كابتن عمرو، برده عايز اسالك على رجليك برده، احنا شفنا في الباين في الكوارتر الثاني ولا الثالث؟ الثاني بس طمنا برده. الكوره اللي انا دخلت فيها خدتها فاول، عمر نزل تحتها اكيد غصب عنه، بس رجليها جالي سبرين، بس احنا كان عددنا قليل جدا النهارده ف حاولت على قد ما اقدر يعني ربطت رجلي وحطيت بنج ومسخن وكده، والحمد لله انا قدرت اساعد الفريق باي حاجه، وان شاء الله تبقى حاجه بسيطه يعني واسبرين ان شاء الله ما يكونش جامد. ان شاء الله يا كابتن، ويعني الف سلامه على حضرتك، وده دايما متعودين منه من عمرو الجندي يعني. كلها والله رجاله وكله بيموت نفسه، واللي تعبان واللي شادد كيجو بطنه وجعاه جدا، في ناس كتير جايه على نفسها اهاب مرهق جدا، وكله بيموت نفسه عشان نفرح جماهيرنا، وان شاء الله يعني الهدفنا الجاي الاول البال وبعد كده الدوري ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن عمرو، ده دايما اللي احنا متوقعينه منكم ومستنيين منكم اكتر واكتر، طبعا لسه الدوري بيزداد صعوبه، اتحاد فاينل، فطبعا مستنيين منكم ان انتوا تفرحوا طبعا جماهير النادي الاهلي زي ما متعودين منكم من الموسم اللي فات واللي قبليه كمان يا كابتن. ان شاء الله احنا خطوتنا الجايه البال ان شاء الله نسافر يعني يوم 20، هنركز الاول ان شاء الله نكسب افريقيا تاني للسنه الثانيه على التوالي، وان شاء الله نحسم الدوري ان شاء الله الموسم التالت على التوالي، ده هدفنا ان احنا نعوض جماهيرنا بعد خساره الكاس ان شاء الله باذن الله. يا كابتن عمرو بشكرك جدا ومبروك تاني النهارده. الحمد لله ربنا يخليك. طبعا يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شفت طبعا لقاء مع نجم النادي الاهلي كابتن عمرو الجندي، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا يكلم لك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما سمعتوا من عمرو الجندي في لقائه السفر يوم 20 مايو، فكان مهم جدا نكسب النهارده، لو لا قدر الله كان حصل غير كده كنت هتروح لجيم 4 كان هيبقى يوم الاحد، فكده خدت يومين من راحتك، ممكن تروح لجيم 5 لا قدر الله كنت هتاخد برده يومين تانيين من راحتك، فالنهارده انت عندك 10 ايام قبل السفر من رواندا، ودي اظن انها فتره كافيه، وزي ما حضراتكم شفتوا كمان من لقطات من ارض الملعب باتريك موجود وعيسى موجود، كل اللعيبه اللي هتلعب معانا البال موجودين في الوقت اللي هيكون براندون هو اللي هياخد فتره اطول لانه مش هيلعب معانا في البال، فهيبقى عندنا يعني هيبقى عنده وقت اكتر انه يعمل ريكفري، فكان محتاج مباراه زي دي. كابتن طاهر اكيد مكاسب كتير جدا من الفوز 3-0، مكاسب معنويه ومكاسب فنيه ومكاسب، النهارده انت وصلت فاينل ان شاء الله، وعندك في شهر اقل يمكن من شهر النهارده 10-5 ممكن نتكلم 5-6 يعني 25 يوم بالكتير جدا، عندك بطولتين، عندك البال انت حامل لقبه وعندك دوري السوبر وانت حامل لقبه، فالشهر ده وال 25 يوم دول مهمين جدا للفرقه. هو طبعا ده كان الماتش ده فيصل،
هو طبعا كان الـ النظام بيست اوف 5، بس النهارده كان ماتش كاس ليه؟ لانك انت بتحمي نفسك. النهارده عمرو الجندي جاله سبرين، امبارح او اول امبارح سيف صباعه اتجزع، او يعني الاصابات دي كلها كمان هتبقى مشكله في ظل انك انت هتلعب ماتشات ايكوال جيم او قويه زي بطوله افريقيا وزي البال وزي النهائي ان شاء الله مع الفرقه اللي تكسب من اتحاد او سبورتنج. زاد انا عاوز احيي النادي الاهلي ودي روحه، لانه لعب حوالي 8 ماتشات قويه جدا، خسر ماتشين، ماتش منهم بونت والماتش بتاع الكاس. نعم. يعني لا دكتور يا كابتن، احنا ممكن نعد بقى، ناخد 6 البال، 2 كاس مصر، ادي 8، وادي 3، 11 مباراه في اقل من اسبوعين ثلاثه. لا حمل كتير جدا، كتير. نعم. اعتقد. نعم. هو 11 مباراه وانت خسرت فيهم مباراتين، واحده في البال واحده في البال من سيتي اويلرز تقريبا، وكان هزيمه غير متوقعه، واحده ثانيه فاينل الاتحاد. فالحقيقه الفرقه عليها مجهود كبير جدا، مجهود يعني الثلاث ماتشات دول مجهود غير عادي. نعم. مع نادي. نعم. زي الزمالك النهارده، وفرقه محترمه ومعاها لعيبه كويسه مع عمرو الجندي. ان شاء الله نتمنى لهم الفوز يا كابتن باذن الله. ان شاء الله باذن الله البال والفتره الجايه يكون ان شاء الله فتره الحصاد لفريق كره السله كابتن طاهر رجب. لازم نحييهم وكتيم كمان، يعني كله عمل اللي عليه ان شاء الله. كابتن طاهر بشكرك، نورتني وشرفتني، والف مبروك الفوز النهارده. ده انا المتشكر، وان شاء الله كده يبقى على طول وشنا حلو دايما دايما يا كابتن، وشك حلو على النادي الاهلي، وانت لاعب وانت مدير فني وانت الله كمان يخليك يعني عضو في الاستوديو التحليلي. بشكرك كابتن طاهر. كابتن سلعاوي بشكرك، نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك. الف مبروك كابتن هيثم، والقادم افضل باذن الله. شكرا. اعزائي المشاهدين، الف مليون مبروك الفوز والتاهل النهارده، وده بياكد الرياده وبياكد النادي الاهلي في كره السله اصبح في حته ثانيه. ولكن دايما النادي الاهلي لا يفرح ولا يحتفل بفوز بمباراه او اثنين او ثلاثه، ولكن نحتفل فقط بالبطولات. ان شاء الله الفرحه لن تتعدى اكثر من 24 ساعه، وسيعود التركيز لهذا الفريق مره اخرى استعدادا للباسكت بول افريكان ليج. النهائيات اللي هتكون في كيجالي العاصمه الروانديه ان شاء الله، هتبتدي الماتشات يوم 26 على ما اتذكر باذن الله. كل التوفيق لهذا الفريق اللي الحقيقه تعب كثيرا الفتره اللي فاتت. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى جوله جديده من جوله استوديو الابطال.